بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله شرفت لقيمة على ان بدي سنه يقول اسلام وايف. حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم. ملك استاذ جوكتان، احبابي في الله، اخواني في العقيده، وحان قالنا ان درسي قصص الانبياء، دروسي هيستوري دا اما نولوشا اما تاريخ دا انبياء ديني عليه الصلاه والسلام. لما انتوت عليه الصلاه والسلام لما انتوت ايام قادننا عاوا وحان سو غارني انيغا ايو ولالهي قولك اسلام وايف نبيغا كصلي عليه الصلاه والسلام بسدي نبيغي افر يا تبنات اورنتي ان حفدينو صدح يا تبن نبي يا كهريسي نبيغا عاوا ولالهان وبشاره بيننو. مركا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مالك استاذ جوكتان كسر دوادة قصص الانبياء، حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم. لايف بانو اخرين دونا لايف يا يعني اخرين دونا عاوا نبي قران قادن انه والنبي رمتي عظيمه والنبي اكمد انبياء الهي سبحان الله تعالى ارضد اصدري توحيدك اصدري انه وحد وقاتدتك افتينك اصبحان. احبابي والله شرفت لقيمه علي حداد مقشان هل اي سوقره وحد وقاتين نبي قران معجزه كسودكتي نبي قران وحيا ربنا بان كبرن دونا سيدي انبياء كالي. بارك الله فيكم. قصص الأنبياء حكمة ويان، حكمة بوحدوية، قصص الأنبياء وتوحيد بوحدوية، قصص الأنبياء وحادو قاتل شريعة عبد الإسلام كؤوب بوحدوية، قصص الأنبياء وحادو قاتل ما وح آديات ومعان وأم لبا، قصص الأنبياء، نعم، قصوين كؤوبون أكثر ويان، مركا رنتي أنك وقتي أن يعني إسكردين ولا لها وحرجيني إن شاء الله إني إمك هايستان وقتي هل دقيقة وحكير قفكي ليس كؤوب إنه سوء عزومان إن شاء الله وإكفى إليستان قصص الأنبياء وحتى بلابنه وقصة دي أفري تمناد ونبي أفري تمناد ولا لها نوحان أب شهر بيننا إنه يهي نبي يونس عليه السلام. نبي يونس عليه السلام أيام برندونا أن أغاندونا مارتي نلوشي سي تاريخ دي سي وطنكي نبي يونس وكنا ولا وحادو غاتين دادكي لو صدري سيد الرسالة دي او قارسيي ميا لا اوغلااداي ميا لا ديداي وحادو غاتين ددكا الهي مي آمنين سبحان الله تعالى وحادو غاتين حقي كنولايين وقتيي به هيد زمنكي به هيد مشاكل كي يو مارتي مصيبوين كي يو وناغي يو نعمدي او الهي او سيي نبي يونس ايان وحا او دن بران دونا انيكا ديار ما تهين ان نلا برتان ولاليال هذا ديارتين إن شاء الله يسو قرى نمبر صدح سان عن أبلابه إن شاء الله بسدن وقصة آدي هذا معان أنا جوان سو أخرستين ويقول عصوبته هاي إنك أنا ويقول عصوبته قارخود واتسو أخرستين لكن محاكم معان قصص الأنبياء أنكو قرقين الجوغنو إن الغد الأخري عن براملو ما شاء الله ولا ليال سيد رسعتان وحان سو قادنا وان سو دومني صدح يتوب النبي وكهري صدح يتوب النبي وكهري من أبونا آدم عليه السلام أبو مارتي بشر أبها بشر وأنك كل جن كتصير مني يا سوق هذا اللي كبر مولاي يا صبر من أبونا آدم عروتي سي حاسكي سي حاوا حلك كسر نالين سدو أجري ودي عليه السلام يو عم بيجي ودم كحجي نبي إدريس عليه السلام نبي إبراهيم نبي هود نبي نوح سيدي اسكو بوحيدان ما شيغيه بس يعني وحن افكو قصو تابنا يا وحي ان سوا قادنا ما الاركس ولا ليا محاكم معان نبي ابراهيم عليه السلام قصديسي محاكم معان نبي يوسف عليه السلام قصديسي اساقيا مصر او وزير كالنقضي محاكم معان اخواني في الله وحادو غتا قصدي ان صبر اني دونتي ودسي نبي نوح عليه السلام وكبت بالي محاكم معان وحادو غتا مارتي قصدي أن صور لقي سنة نبي يوسف عليه السلام عيلك مركو كل عيب الفيرية ولا لي نعم حنونكي وكل صبري نبي أيوب عليه السلام سجد يتمصن وما دي مقلسة ولا لها مسلمك سجد يتمصن أيو سو حنو سنة أو صور لباتي سنة أو لباتي سنة أو حنونك حتى واحد وقاتين ولا ليال محاد عي إلا هلب كيسة تصبحه أر سبحان الله إخواني في الله كورم نبي أيوب أربا كصبح لي هلب كيسة سبحان الله سبحان الله
بني آدم بشر نبي إلهي بس سيدا لو امتحاني ما واحد مودين مسلم بات يعني مقنسان لما امتحاني ما يوان الامتحاني مسلم إيه مسلمات با أدون كان راحكم ما هي سنة من هين آخرة يعني أنك الراحة دي نتالا آخرة يعني أشك سنة وانا الامتحاني أنبيا دي والا سو امتحاني واحد وقاتين بشرنا والا امتحاني امتحان كي أردن ما كسو عليك كرا ها وان خالي كرنا في ريا سال الله امتحان النبي يوسف عليه السلام والله سوق على عيل بالكترين أو واحد وقعت ولا لي وحرب إن الدلال وعلى سوء امتحان النبي يوسف عليه السلام ما دي مغلسة ولا لها سوء عزوم إخواني في الله واحد ناس على قصص الأنبياء قصوين كي أنبياء ده أيان حبت أن أبر لنا ما شاء الله تقبل الله كعليا في ريا إن النبي يوسف عليه السلام لا سوء امتحانه حبسي بالسوق لي تدبس أنا إن كبدن تدبس أنا إن كبدن ولا لي في ريا سبحان الله واحد وقاتين يلا سو امتحاني واحد وقات انبيده ها ولا سو امتحاني كل جوج واحد لكو شيغا دينار يلا كيري واحد لكو شيغا سحر لوين بالا كو شيغا من هين كل جوج امتحان وصبر بدناين عادي عاد وصبر بدناين مجنون بالا كو شيغا قار والم بالا كو شيغا مركا ما انت وحن قادننا قصدي نبي يونس عليه السلام سومالي دو رونتي ولا بحن يونس سومالي دو آدي آد بقاركود ونفسين عروت ولا بحن يونس ما شاء الله نعم هذا حتى واحد صرت قاله هو يوين كقاركود أما ولا لها قاركود أما أبياش قاركود أولي أنا إذا ما جاي يونس أما ويل كي جاي لنا يونس نعم ما شاء الله مركا رونتي وحيا ربنا يان صبرنا وحيا ربنا يان سوف عيني سني هذا الكي جو حن كل حدا يا أن لي هي أنبيدا أردن ودومين أنبيدا أردن ودومين waxaad weydiin kartaa walaalaha maamulka qolka barakeysan qolka ugu badan waxaad ogaataa faaltooga qolka sharafta la qiimaha leh qolka ugu naxariis badan qolka ugu khair badan iyo duruus wanaagsan qolka islaam life nabiga ku salliye alayhi salaatu wa salaam allahu akbar qolka oo haysto kotan maamul iyo ka badan ka warma kotan maamul rag iyo dumar gabdho iyo wiilal xaasile iyo single yaani ilaahay dartiisa isku imaadeen inay u maamulaan daacwada مارتي رسولك عليه الصلاة والسلام إيه كتابك إلهي سبحان الله قطن معمول بان حيثنا أو شمت قاردوت أو أفر لواتك سعدود أي فري أباب كي سمحاكو قرم أباب كي سمحاكو قرم رحمة للعالمين رحمة أيوي هاي عالم قردن بل سيري ولا ليال رحمة للعالمين ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله كسو دواد قولك إسلام وعيس نبيك كصلي عليه الصلاة والسلام الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله ما أنت والنبي يونس عليه السلام ماذا رأيت هذا وقعت النبي يونس حتى ولا ليه رؤوس صبرتي والله يقول كي صاح حاضرين مرة وان إني كتدان وين روا إني برتان إني بجستان إني كل راح يستان ما شاء الله وحن هذا كي قصة حبيه إن شاء الله وحن آدي آد أن أقوم هاد إلني أن أدعو عيني ولا الله شرفت لي ما ملك وقول كان إذا أردنا يكوي نافري أو يوقف على إن سوجي دي كلمة ده oo iyo galaaday oo igu sharfay oo i dhageysanayo yaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinay aan leeyahay jazakumullah khair wa barakallah fiikum ahbabi fillah ikhwani fil aqida marka insha Allah waatan qisadii nabi yunus alayhi salaam habad habad baan u kala dhigi doonaa habad habad yaan u kala dhigi doonaa waxaad ogaatin qof kasta waa ka faa'iideysan doonaa qof kasta waa ku raaxaysan doonaa qof kasta waxaan leenahay nala dhageyso oo dhuux marka waxa ino soo jeedin doonaa لا ولكن جمال اسلام وايف يا انوسو جديد دونا وحنو ترجمي دونا واسكو تايبي دونا وحبد حبد وكلا قادي دونا مارتي دروس تاو سو جيدي ولكن شيخ نبيل العوضي يا حبد حبد وكلا قادي دونا سو دوادا هاندي سنو بارك الله فيكم وجزاكم الله خير اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في قصص الانبياء قصه نبي يونس عليه السلام نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصة نور وقصة حكمة وصبر Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. قصص الأنبياء فيها العبر، فيها الحكم، فيها المواعظ. الله عز وجل لم يذكرها عبثا، بل كما ذكرنا مرارا أنها للموعظة، للإيمان، للعبرة. معنا في هذه الحلقة قصة نبي من الأنبياء اسمه يونس ابن متى، وسمي بذي النون. وما معنى النون؟ إنه الحوت، ولهذا أيضا سمي في القرآن صاحب الحوت. الله أكبر ولله الحمد. كسر نوادا قصة نبي يونس عليه السلام. يونس وحد لي متى وحد الله بحيا يونس ابن متى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والنبي إلهي سبحان الله تعالى أصادر سري ووحد وقعت مركة قوم لا صادري. بارك الله فيكم والله عليكم. هذا قصرنا قصة ابن متى. ما قصة هذا النبي؟ أرسله الله عز وجل إلى مدينة تسمى نينوى في محافظة تسمى الموصل. وحلا صدري مارت نبي يونس مقالو أما تقول للعلو واد مقاشين نينوى. نينوى وكنت على إخواني في الله قبلك موصل. موصل نواه ودن كي إن شاء الله وعراق. عراق ويان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حتى أمبرنا إخواني في الله وحمبرني محي مجا إيسى يونس عليه السلام والنبي إلهي صادر سري ابن متى كودي وحلا صادري نينوى كدنا دولك موصل ودك عراق. بارك الله فيكم ورزاكم الله خير. هذا جاي سنو تصدق وعلوستهاي حبد حبد بان أقل قادنا هذا وح ينص على قصص الأنبياء وقولك إسلام لايف. إلى اليوم هذه المدينة موجودة، كان فيها أكثر من 100,000 إنسان لا يؤمنون بالله عز وجل، كلهم مشركون. فأرسل الله عز وجل لهم هذا النبي الذي يسمى يونس ابن متى، يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فهل استجاب أحد؟ ظل سنوات يدعوهم إلى الله جل وعلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تولد الله صدري نبي يونس عليه السلام إمسا كنا له إمسا كنا له إخواني في الله والله ما دي مقلسان هذا وحن كجر نقولك إسلام الله في الله بقول زيادة ما شاء الله وحن كنا له بقول كن أوقف بقول كن أوقف بكن له كورما بقول ما هي إخواني في الله بقول كن أوقف يا كن له إيش قرأ عددك هذا دي مقشين أتفهمتين دتك أيو لهي أصدري توحيدكم يقادم دونان نكو قران دونان نبي الله سبحان الله تعالى مسكما او غلان دونان اوغادا وراليال هلكاس لو سودري بقول كن او قف رد يدمر عرور عجوز دليرو كل جوجا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لم يستجب منهم احد قط، لا رجل ولا امراه، لا صغير ولا كبير، لا غني ولا فقير، كلهم كفروا بالله عز وجل واستهزأوا بيونس وسخروا منه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ماذا كانوا يقولون له؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون. سبحان الله سبحان الله. إخواني في الله هذا السويدين مني أنكم صومالية أنكم مسلمين أنكم مؤمنين بقولك كن وقف إلو صدر النبي يونس عليه السلام مية آمنين مية قاتين توحيدك قلبي قوغي أفكر مكجر كلمة لا إله إلا الله ومية ومية إخواني في الأكور ولا قنيقي كل عكت لها ولا واحد وقت فقيرك ولا كيوينا ولا كيويرا كل قوغي سكول حجرين هل جونيت أوكالي أو واحد وقت وعدنا آمنين النبي يونس عليه السلام محيطة معناها كافر كافر وياه قفك هدو إلهي آمنين وأفكس كجر لا إله إلا الله محمد رسول الله وكافر إخواني في الله. ما دي لصو عطان محيكو الشيخين ولي وقال محيكو الشيخين إخواني في الله وساحر ساحر سحر له وساحر وبين له إيكو الشيخين نبي الله إيكو الشيخين ساحر إيه واحد وقاتا مارتي نين مجنونة أولا
مدرب تينا سيول تان مدرب تينا أوغاتان ميد إلوغيسان إنتا ميكا كسو هادلي ميد إلوغيسان إنتا كسو هادلي ميد إيس محوها يونس ابن متى هذا مسابقة لنجوه دي إن شاء الله حقا لا صدري قبل كموصل أما عراق بعد لدي إن شاء الله مين هين بارك الله فيكم إنتي هايين إخواني في الله كن بقول كن وقف بي هايين ما آمن محي كوشيغان مين مجنوني كوشيغان عندي بيسنة إن شاء الله أتواصوا به بل هم قوم طاغون كلهم أجمعوا على السخرية بيونس عليه الصلاة والسلام وإذاءه والاستهزاء به لا ييأسن إنسان من قومه إذا سمع قصة يونس بن متى دعاهم وصبر وتحمل الأذى ما ترك بيتا ما ترك طريقا ما ترك فردا في هذه الأمة إلا ودعاها إلى الله عز وجل ولكنهم أصروا على الكفر بالله وعاندوا واستكبروا الله عز وجل أوحى إلى يونس ابن متى بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل وبعد أن صبر في دعوته إلى الله عز وجل أوحى الله عز وجل إلى يونس أن قومك لن يعيشوا بغير عذاب بعد 3 أيام إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل مهلة لقومك فقط 3 أيام فإما أن يؤمنوا بالله عز وجل وإما أن يحل بهم العذاب سبحان الله مسألة هو خطير مسألة هو مصيبة وحد وقعت وحد لنا سبحان الله أستغفر الله من كل ذنب إله نود بداف أرنك مضرب تينا وقعتان كافرينتا وإلهي سبحان الله تعالى آمنين كلمة لا إله إلا الله وإلهي عابدين وحد وقعتا وعنادين وعنادين إخواني في الله أي عنادين مضح أذيك بين لا إيمادين مضح أذيك يلا إيمادين وكما وبقول كن أوقف متكو غير متكو غوين وديرين إخواني في الله إن قاتان كلمة دي توحيدك وكبت بعد اللي هيد ظلمك يحمانتي كده حجران وأسو سار اللي هيد إفتينك من هين إخواني في الله نعم سومالي كريستين باجرت أمورت النقطة إلهي أسوها نوني يا رب العالمين دتف ربضان يا جرت مانتا ووحا بغا تدريق إلهي كسارا أو كبحا بالكي أما كدير إلهي سوها نوني دمانتو يا رب العالمين نعم انتا سمية مي وعنادين مضح أذيك مضح أذيك إخواني في الله كبر نعم كن بقول كن وقف وسيدا وعنادس محاب عاية إلهي سبحان الله تعالى أرن أي صاودة لكن نبي يونس مكدالية كمدالين وأصبري دعود أشاغي إنتا أصنين أردن إنتا أصنات أردن وحدوغة دعود أي أشاغي دعود أشاغي لكن كل جوغة وكافر ويا مجلس عتم مدي مقلسان محائمانية إلهي سبحان الله تعالى يا لحظ ليا نبي جيسى يونس عليه السلام محق لي أديك فرنتي واد قارسيسي لكن أنا أقول أرن بانكوشة غيا أرن بانكوشة غي خطير ويا لسو على ولا عليها مسابقة دي اللي هو دين دونا دات كاغا وحان وقبانا يا سدح إشو only 3 days سدح إشو قده هيغا حدي توحيد كو قادم واين جوجين واين وحادو غاتا كفر كان كافر كايهين ها وحادو غاتا وان بابئين ايا ووحان اوكين ايا عذابا وكان إياه سبحان الله سبحان الله كسوقات إمكا أديك قولك إلى الجوجو قبرنا قولك إلى الجوجتو ويلك قولك إلى الجوجو أول كرادو سدح إشق جدهيجا هدد أصل نقود إلهي سبحان الله تعالى عذاب إيمانسا عذاب إيمانسا عذاب رص إيمانسا سلاسو إلهي سبحان الله تعالى ولحد لي نبي يونس عليه السلام هذا جسنا واحد دعي إخواني في الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فجاء يونس إلى قومه وذكرهم بالله قال يا قوم أمهلكم الرب فقط 3 أيام فإما أن تؤمنوا بالله وإما أن يحل بكم ما حل بالأقوام قبلكم إما أن تؤمنوا بالله أو ينزل عليكم عذاب يهلككم جميعا ومع هذا أصروا واستكبروا وعاندوا وقالوا اصنع ما صنعت يا يونس فإننا لن نؤمن بك ولن نصدقك سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ليال
نبي يونس عليه السلام ويمت قوم كيسيوميت هذا طبعا فرين بوضا سماهن إلهي والله هدلي إلهي وحكيري سدح عشاء ينسينا يا قوم كعبة سدح عشاء قدهيغا حدي واحد وقاتا اي دافتو اي واحد وقاتا اي آمين وايين لا إله إلا الله وحن جورجين وايين كفر كان اي وضان يقالب اي وضان أنيقا وان عذابية نبي يونس عليه السلام ويمت وشاري وحكيري انتاسا لسوفري انتاسا يا لسوفري حدي أدقادم ويرين وان العذابية مد أكتين جوابتو دو حيات مسابقة وان ليو ودين دونا مد أكتين جوابتو دو حيات بقولك كن وقف وحلالين واحد شيء جيسد أردن وخرافات واحد شيء جيسد أردن مرة من كورن كور راعي منه مدح أذيك سبحان الله كورن مدح أذيك إخواني في الله قصدر آدي آد بأم عنتي من هنا إخواني في الله قصدر سبحان الله تعالى آدي آد بأم عنتي واحد وقت قصدر نبي يونس عليه السلام مضرب تينا دقيستان مضرب تينا دقيستان واحد بأي دونا عذابتم أي من دونتا محاسود أحمر دونا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يسمى إخواني في الله. في هذه اللحظات كأن يونس عليه السلام غضب على قومه وأيس من هدايتهم فخرج مغضبا عليهم أسفا على ما سيحل عليهم من عذاب. هل كان أرين بإيمانته؟ هل كان أرين عجيب بإيمانته؟ مركو سيدا أغشى لدي نبي يونس عليه السلام وكيري سبح شياد هاي ستان إيه جوابين مي راعي مينو كو قلام مينو كو مقلي مينو نبي يونس عليه السلام وكعراضي وكحماضي وكعراضي وكحماضي قوم كيسي ما سيدا سميع وان اسكتب إياه وان اسكبح إياه إخواني في اللما دي لسعتان سدح لي عشان مرة ما يستي نبي يونس عليه السلام سدح لي عشان مرة ما يستي مسوجي مي مسوجين ما لين تقول الله شيء أي وش شيء ويدين ويسخر دقاقي وهذا وحربينا وحك السن برا حبت بانسكو تاجي ما تفهمتين سدح لي أيام ما دمان بارك الله فيكم جزاكم الله خير حد يسنا إن شاء الله. فلما خرج يونس عليه السلام من قومه مغضبا وترك نينوى ومن فيها لم يؤمنوا بالله عز وجل شعر قومه بالندم كأن العذاب سيحل بهم وكأن وعد الله حق وكأنهم بعد 3 أيام سيهلكون فأحسوا بالندم وشعروا بالتوبة فجأروا إلى الله عز وجل فصلوا الحيوانات عن أولادها فسغت ورغت وعلى صياحها خرج الناس من بيوتهم يجأرون إلى الله عز وجل في نينوى الكل يبكي الكل يستغيث بربه الكل يجأر إلى الله عز وجل حتى لا ينزل العذاب أمن يكشف الضر ويكشف العذاب إذا نزل إنه الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ليس لهم إلا الله ويكشف السوء إنه الله لم يشعر موسى بهذا خرج من قومه وهو غضبان عليهم لكنهم كلهم عن بكرة أبيهم آمنوا بالله عز وجل وأحسوا بالندم وتابوا إلى الله وكشف الله عنهم العذاب لم تؤمن قرية كما آمن قوم يونس. سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين بشارة ونكسن باني وضع خير في ربنا باني وضع الحمد لله نبي يونس عليه السلام مكبحي يعني نبي يونس عليه السلام مركم مقلي وأشياء فرين توري وأي كديرين مالنتي يقول رشي أيو كتدي واحد وقعت مركم بحي سقي عريسا أي واحد وقعت إخواني في الله ضدكي شعبكي ومركا كافر كها سبحان الله ما قرني معجزة داعسة يكي بايس قصة الله أبنية وحروني يان يونس واكا نغتغي طلو ما رنبا عذابتي واسوا سعطة طلو من العذابية نفتودي بيو عفصدين نفتودي بيو عفصدين كورم إخوان في الله سبحان الله تعالى وحاو قاتا إلهي بيو ديستين استغفار إلهي بيو ديستين توبة لا حول ولا قوة إلا بالله فيريا إلهي بيو ديستين توبة
واتن لو شيغي او لو ديغليري وان لي عذابيا وان لي عذابيا هدي صدع عشو غدهيغا اد وخاد اوغاتا كو امين ويدين الهي سبحان الله تعالى اخواني كل جوج الهي بامينين بقولكي كنا قف ايميشة تولد دقنا الهي كل جوج وامينين او كتغين كفرغي او كتغين وخاد اوغاتا غالمدي او كتغين مارتي شركي جي سمينين اي وخي عابودين اسنابتي iyo waxa dogaata ilaah laan quliga way ka tagin allahu akbar walillahi alhamd ilaahi weynasiya kulligina takbiir soo qoro walaaliyaal allahu akbar walillahi alhamd ilaahi ba weyn subhanallahi ta'ala fiiri walaaliyaal waligina waxaan nib shaardeena waligi taariikh madicin waligi taariikh madicin waxa dogaata tuulo ama waxa dogaata nabi meel loo soo diray oo kulligoogi waxa dogaata ilaahi aamintay waa qoomka kaliyaatay waxa uu kulay yunus alayhi salaam الله أكبر بشارة السلام مدو تقارنا والكويدين دونا مسابقة حدين الكرادو قوم كالكرياتي اللو صدر النبي او وحاد وقات كل قوق آمنت إلهي وقمه محاد كل جوابه سا وحاد لاني وقوم كيونس عليه السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مدي مقشان مدي ربطينا الأوقاتان محاكو حيق دونا قصده قصده ومعانتي مال أمص عنه هل كاسان فردنا الحمد لله رب العالمين وأنك يضح جوغنا إميكا واختيقي نبي يونس عليه السلام وأنك يضح جوغنا ضدك وإلهي وينسيننا وتكبيرتي إلهي دنبقنا داف منهين آمين يا رب العالمين سوء عزوما ولا الله ليس كي نقول حجره واختيقنا ويان واختيقنا وحابا قاعدت نحريس إلهي نقصه ودقسه مركز سلا إلهي وينسين إسان مركز سلا يسكون نحريسان إسان مركز سلا علمي قاعدة إسان إسان واختيقنا وكلا وحا لانهي إلهو جنة فردوسة لعلى كل جينا نقصه ودقسه يا رب العالمين سوء دوادة بارك الله فيكم جزاكم الله خير مالك الساتيوكتان كسوء دوادة قولك إسلام رايف نبي قصر لي عليه الصلاة والسلام الله أكبر جروب في محافظة الموصل آمنت القرية كلها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين رفع البلاء ولم ينزل العذاب ومتعهم الله عز وجل وقبل الله توبتهم الله أكبر ولله الحمد عذابتي سودع إليه صدع شكدب إلهي دب وقبت وآي ولا ليال إلهي بأسو النقبين إلهي نتوبة دو دب وقبلي سواركي ميسان صدع إشو يا الله قبتي هديد إلهي أسو النقوم ويدين صدح دين صدح شكدب عذاب باين قد عيسى إلهي عذابتي دب وقبتي كن فيكون إخواني في الله أمرك إلهي بقى إسكالي منهين نعم قفك إلهي أسوى نقضه الدون إيا آخره لكو عذابي مايو الدون إيا آخره لبلا كل ميسيد وحصر تقال قفك مسلمك إنا لكو انتحانو الدون منهين يعني حنون يعني والد كاغلقا قادو أما وحالقا تفقيرا نقطيد لكن مصيبة انتا كوين لكل ميسيد الدونك نعم مصيبة انتا كوين لكل ميسيد وهي إلهي وحجعلي وعزيا مسلمين تودا يا مؤمنين تودا رقية دمر ولا ليال نعم أن كل ينا قصر لنا حبيب كيني رسول كيني عليه الصلاة والسلام المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد درسي حقول ناصع ده درسي حقول ناصع ده إلهي سبحان الله تعالى عذابتي سي وخطفتي قومتي لا صدري نبي يونس عليه السلام بارك الله فيكم وايو وتوبت كينين وحل كلي هي قومك كل جوج وآمنين كل جوج عرور تودي دتك واوينا دتك يرى بقول كنت بقول كل أوقف إلهي كل جوج وآمنين أولا قصد معنا دتك قاركود وحر وإنا شغلت جام بريتوال أما يسكون إتجان لكن مرة بان إني كبحان قصد إنا دم يستان بروان هدي إبحان وحد غاتا ويكي ولي جود برم ويان قصة الأنبياء نعم التوبة لا بد فيها من الندم القرية بكت الناس صاحوا توسلوا إلى الله استغاثوا به آمنوا بالله عز وجل خوف من العذاب فنجاهم الله عز وجل ونجا قوم يونس وآمنوا كلهم بالله عز وجل
خرج يونس عليه السلام من قومه غاضبا عليهم أسفا عليهم كيف لم يؤمنوا به وقد دعاهم وذكرهم بالله عز وجل. خرج من نينوى متوجها إلى البحر ليغادر قومه بعد أن أمهلهم 3 أيام لينزل عليهم العذاب. لم يؤمن به أحد منهم، توجه إلى البحر ليهاجر في الله عز وجل وفي سبيل الله ليبلغ دين الله عز وجل في الأرض. نبي يونس إخواني في الله سوت ولدك مو صبحين هات ولدي وكصبح إذا واحد وقعت مركز على مركز غورس المية واحد شيء يصير عميل منه قال من ويسك صبحي ويسك صبحي نينوى واحد وقعت ولا الله شرفت القيمة عليه وحكت على العراق وتولو أما مجاله كت على العراق وولي من الجبل كل هذا موصل واتقانا بارك الله فيكم بلو جيبان كسو قادنا والله قاركود بأي ودينا يا حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم ما شاء الله واي إخواني فيها موصل بكتا الله وانا عراق إن شاء الله الحمد لله. نبي يونس عليه السلام مكسوب بحي تولدي مكسوب بحي بدي بويمت دون بو الربائن الراعو يعني إخواني في الله وحكا علي سنية هاي قوم كي شركية قوم كي ديدي واحد قالت إنه يسكب الحربة حبوا كسو على حبيبوا كسو على إخواني في الله محمد عدي بكسو على مسيوح كسو على جبوتي مسيوح قالت قحوتي بنقنا يا يمنتا مي والله العظيم مي والله العظيم واحد قالت تولد ربا إنه يسكب الحرب وأرضده وقارسيه فرنتي إلهي سبحان الله تعالى من هين هل كان والقو آميني وايي ميشين ها تي إلهي بروا دعود إن ملك الكسي فاسيه دون براعية أن أقولنا إن شاء الله بدي بهذا الجوغنا إخواني في الله. تعدل يونس على قومه ذهب إلى البحر فركب سفينة، هذه السفينة امتلأت بالناس وامتلأت بالبضائع، ركب معهم يونس عليه السلام ليجوب البحر، دخل البحر معهم فحل الظلام، لما نزل الظلام بدأت الأمواج تتلاطم، بدأت الريح تشتد، الأمواج، السفينة تحتز، بدأ الناس يبكون، بدأ الناس يصيحون، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إن السفينة ستغرق بأهلها. سبحان الله، سبحان الله إخواني في الأرن عجيبة دعية، أرن خطيرة دعية، هذا يسمى كل جنة ولا عليها. نبي يونس عليه السلام حوقها ويردك دقي، من هين؟ أفكان قصة حدية إن شاء الله ولا لها حسوسينية، ودق دقي محوك دق دقية ما يدق دق المعنى إن شاء الله دق دق خيرة مركي اللي يصبح إيش أسوق دت كاجي مو سوقين ويصبح حين هين واحد وقته بدي بيسكيمت ملك الربا إنه هاجروا واحد وقته ودعوة سيجارسيو دون بوميت دون بوفوري دون تا دت فربدن يا رعسن دت فربدن يا فوري مال كوجي راشين كوجي واحد وقته دت أهدي أدب أبوحدة دونتي يا فلان قبل كي وادعي حبيب النقطي وحد وقعت محد إخواني في الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما دي مغلسان وحد عي دوفان دبي له عروس بعد عذي ودون أديكو كتيرو بدي تحديثه دبي له عروس بعد إخواني في الله نوع من الدوفانة لا حول ولا قوة إلا بالله إلهو نجا إلى المصيبوينك إلهو دبعتنا نجا إلى يا رب العالمين محد عي ولا عليا محد عي والله سوى عزومة وحي نص على قصص الأنبياء قصوين أنبياء وإلهي سبحان الله تعالى صادر سري وحب الحبيت أن أقرأ قادنه. خاف الناس وفزع الناس وفيهم نبي الله يونس عليه السلام وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون ركب سفينة مليئة بالناس فاشتدت الأمواج وارتفعت وزادت الريح واحتزت السفينة بأهلها بدأوا يلقون البضائع شيئا فشيئا حتى لا تغرق السفينة لكنها لا زالت ستغرق في الناس قالوا إذن لابد أن نضحي ببعض الناس لينجو الآخرون نضحي بمن؟ قالوا لابد أن نلقي واحدا تلو الآخر نظر الناس في البحر وفي ظلام الليل والظلام حالك
فإذا بشيطان تجوب البحر، من يجرؤ من يجرؤ أن يرمي نفسه إلا من أراد هلاكها؟ قالوا لا بد أن ينزل أحدنا، لم يرضى أحد. سبحان الله سبحان الله، ما دي مغلسان هل كان أرين عجيبة دعدي دونتي أصافوا لي نبي يونس عليه السلام ويب وحدة دد فردرن باكود حجرة مالكو غيبا سارن حولوه غيبا سارن دونتي وحي ربطا إني بيه كود دونتو إي بيه بدي إيهوس أصو دكتو لا حول ولا قوة إلا بالله. سو مصيبة ماهن انتا يوقف با سارن كورن محيس من شعبكي بدكي محيس منين وحي بلابين ها إني وحي بغاتا راشنكي هستين إي بدي كتوران سيدي عن دونتا ee u qoosan ee dhulka ugu hoos dhicin ee martay halka baabe ee u dhicin madla socotaan akhwaani filla alaabti iyo bilaabe in la tuuraan marka maxaa dhacay faa'iido malee wali doonti waxa rabta in waxa ogaata ee martay ee baabado ee bi hoos u gasho way way buuxda maxay sameen dadkii dadku way sweedii waxa aan dadka qaar kood aan tuurno dadka qaar kood ha ku dhacaan badda sida waxa ogaata inta ayo qof ama inta ayo dadka buluuda ee baabaan meena sidaheen نعم دتك قاركود هكذا جا دونتا يا كذا جا قف كذا جا مجرت ولا ليان يا رب إنه كذبو بد بيقبو أو واحد وقعت مجدي بد بحديدة دون بد كل حجرتا وحلو كله كذب أريجا واحد وقعت دق ضدك بدبادي لا إله إلا الله محمد رسول الله مجرت قل كنا قف كل حجر إمكا أو استوري لها أورا لها أريجا فولنتيرها للقادم مجرت ولا ليان ما والله aniga hadaan daacad ka hadlo anigu ma degi lahayn aniga ma degi lahayn aniga waxaan ool lahaa aniga idaafa waan iska xamoosanaya waan iska dibaatisay mid kasta cudurdaar buu keen lahayn naftan macaana naftan macaana ikhwani fillah waayahay marabna inaan ogaano maxaa dhici doona doonta hadaan ogaanina xaqiiqa ka baranayna qolka islaam life dhexdiisa allah naftan macaana an yanzila min as-safinati أو يلقي نفسه. قالوا إذن لابد لنا من قرعة قرعة فمن وقعت عليه يبدأ بالنزول الأول فالثاني فالثالث فالرابع هكذا حتى تنجو السفينة بأهلها وكانت السفينة ملأة فإذا بالقرعة واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر حتى وصل الأمر إلى يونس عليه السلام فوقعت القرعة عليه علم يونس أنه مقصود بدأ بالاستعداد لإلقاء نفسه سبحان الله سبحان الله بدك مركي ديدين إني دونتا كدقان أما مارتي فولونتير إن نقضان أو مارتي بدي كل عانسية بدك خلق أباد بادان محادة إخواني في الله واحد وقات وانيقا مركي دويت كهاد لي نفتو ومعانا مين هين نفتو آدي آد دو معانتي محيس من إخواني في الله بخت نصيب يا لوتوري وحل على بخت نصيب أما اللوتو سال الله يقانو ساس الله سمعني كي كسو حلاكتو أيا واحد وغاتين بيها اسكو توريا لوتو سال الله فهمي ولا ريال ما دي فصح ذا الميسي وان اسكو سيتاقا وان كسو جوك سدا أرنكا وواحد وغات حبت حبت باني فهمت بخت نصيب اللوتوري نعم بخت نصيب اللوتوري وواحد رأى إخواني في الله كي كنت ماضو إساقا دقيا إساقا واحد وغات بيها اسكو توريا هذا واحد وغاتين بخت نصيبك مركا لقبتي وحي أتمت أي أتمت بخت نصيبك وحي كسر دعي نبي يونس عليه السلام ما دي اللو بيسان مسابقة دوان لقوة دين دونا بخت نصيبك مركا لقبتي أي كسر دعي نبي يونس عليه السلام بخت نصيبك مصرها إنو بده ويسكو تورو سيدي قوة قلة وبدادو بارك الله فيكم جزاكم الخير مركو انت اوغادو وانت الله شيغي ايو الي وحن وقدر الهي ووح ليو قريبو ايان وفي اسكو دياريي انو مارتي بدا اسكو تورو دقيستا ميو كود عدونا ميو كود عدونا ميو ديد عدونا ها دقيستن قالوا له لا لا يا يونس تصبر رأوه رجلا صالحا رجلا صاحب خلق سمح قالوا لا انتظر نريد أن نعيد الكرة مرة أخرى فإذا بالقرعة تقع مرة أخرى على من؟ على يونس هذا صعب بل يكاد يستحيل أصلا لكنه وقع في تلك الأيام في ذلك اليوم الذي كان يونس في سفينة ماجى البحر ليس لشيء إلا لأن يونس ركب في السفينة الخطأ
في اللحظة الخطأ وخرج من قومه في ساعة خاطئة. فإذا بيونس عليه السلام تقع القرعة عليه في المرة الثانية فخلع القميص، قالوا لا بل اصبر نعيدها المرة الثالثة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرة بعد بيقبتين بختنا سيبكي، مرة بعد إيه قبتين بختنا سيبكي. محبة يا إخواني في الله مرك اللي بعدنا إساقي ويكسو هذاكتي وكما إساقو وحادو قاتل النبي يونس عليه السلام إنه ماشى إسكتوره دونت إسكتوره أو وحادو قاتين وبياكو دعون. نبي يونس عليه السلام حبينك وحفولي دون آدياد وبوحدو أي فولي وحفولي حبين لو باهنين إخواني في الله ويددكي سيبو كإميد مين سيداهين انت اوسنود بو صبري وصبري 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 لكن هبينكا ايو كيم ددكيسي ومركي اي ايرالين ما يكو امني مينو ايو هبينكا ويميت ماشا. نعم يكي ولي صدح شو هيستان انو كصبري لها. بارك الله فيكم جزاكم. مر لبعد ما وقفتي مركاس ولي نبي يونس وان استوريا وان استوريا اني بدل اسكو توريا مركاس مي وحاتها من صالحه من وناكسن من اديات ادل قال بدن من إلهي جعل باتهي يعني حوالها ويكحشونيا سواركي ميسان إخواني في الله قولك إميسا كجر تدد وحادو قات أهل الخيرة إميسا كجر تدد بارياد إميسا كجر ويدد الأورنتي لكحشوضو ومركز الله دعيو ومركز الله أكفرستو ومركز وحادو قات وحادو كفايدستو سلاسة الله كلاقرتا قفك وناكسن سلاسة الله كلاقرتا قفك حن كحن وحن لن إلهي سوهنون يا رب العالم من هين مركا ولا يقان إنو نمو ناكسنها ما صدحات بالله قبطي بختنا سيركي مركز صدحات محاد عيدونا ما يسوي كده عيدونتا من سوى حد وقعد قف كله كده عيدونتا حتى نكبر لنا قلك الإسلام لايف. وفعلا في المرة الثالثة تقع على من حلا يونس نفسه. يا الله إنك مقصود يا يونس، ليس المقصود السفينة بأهلها، لا والله بل أنت المقصود يا يونس. نزع ملابسه ثم رمى نفسه في البحر في ظلمة الليل. سبحان الله مركز الدحاد يا بخت نصيبك لقبتي مركز الدحاد ما هي كسوها لقبتي والنبي يونس عليه السلام أي كسو العري إنه بدي إسكتوره. لا الله بيقبو هبين مجدي بدي حديدة ملاي جحاس وحكست وحيوان أردن بدأ نحي إيسان إسكتورة يكورا. لا حول ولا قوة إلا بالله إله نوحا نانا حرسو شارك. نعم لقاحب بدأ إياه كده حجرة محاسمينا واحد وقاتين إخواني في الله وحي إسكت دياريي إنو مركا وبدأ إسكتورة وايو سد حجر يا لدورتي سد حدي جير با بختنا سيفكي با كل عاي سوى يلمسوا عتاني إخواني في الله إمي سجر إن شاء الله إيسو قرأ والله سيدي إلفا إليستان ويلو من مصابقوين النقطان كوة وهو الرئيس واحد وقاته كجوابه سد حجار مركي بختنا سيلك لقبتي صح ايا واحد وقاتين اي نقطه انو اسكتوره بدي وايهي. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. رمى بنفسه يونس عليه السلام في البحر فأوحى الله عز وجل في ذلك الظلام وفي تلك الأمواج أن تسكن هذه الريح وتهدى الأمواج وتسلم السفينة بأهلها. أما يونس أوحى الله عز وجل لحوت في البحر كان ينتظر يونس أن يذهب إلى هذا النبي أن يذهب إلى هذا الرسول فالتقمه ابتلعه ولا تخدش له لحما. سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله بدي بإسكتوري بيه بإسكتوري لا إله إلا الله محمد رسول الله وحادو قاتين من شجاع بان كبرنا منهن من قلبي أذك أيان كبرنا وإسكتوري بيه ده حديث خلاص خلاص يا يونس استور صدح جرب نصيبكم كوكو صور بعي مركا عديقة ضح وبداري دتكن سدو ميزانك بضة دونت اي مارت اي بضن اي دتكن اردن اي بابين محادا يا اخواني في الله بدي بيسكتوري دركي بسيبي دركي بدي بيسكتوري وحادو قاتين الهي سبحان الله تعالى وحو امري
دبالهي دوفان كي بدا كدعي ايو امري او واحد وقاتا سيدي اي دونتن اي اوباد بادو اي نبط اي بدا اقبحان الله اكبر كورم اخواني في الله دبالهان ياوتا دبالهان دوفانا دان جرير كان ياوتا الهي سبحان الله تعالى حلقا وحن كبر لنا توحيدك حلقا وحن كبر لنا اخواني في الله على مدى الهي سبحان الله تعالى الهي وينيسي وضها كلين الله اكبر ولله الحمد وحا اوضن الهي بقى عنتي سكوز جرى اخواني في الله دون ربكي يو دوفان كيبو امري او حري او جوكسدي نبي يونس عليه السلام هنوصو النقرنا بدي بكود حجرة الهي محوصو دريا محوصو دريا اخواني في الله حوت حوت بو اصو دريا وما الله ادي اد اوين ayu soo diraya oo waxa uu ku sheegaa moogtay xitaa luqadda ingiriiska waday xasuusin kartaan walaalayaal somaahin balen balen xuut yaani mallaay aad yaad uun oo afkiisa maartay ha i xasuusiye akhwaani filah nibri barakallahu fiikum barakallahu fiikum ingiriis ugu xasuusiye inshaalla wad garateen baan u malaya wad garateen waxaan u jeednay akhwaani filah naam waxa ogaatin ayu soo diraya ha u leeyahay أتك نبي يونس عليه السلام وقاب وأفكاد الدري كورم إخواني في الله سبحان الله أفكاد الدري بكله ها ووحد قتا مالك مقانين كرتيد مالك مداوعي كرتيد إسكداف وحد قتا حد شير كما حدا كرتيد الله أكبر وإلهي وأمر إيو وحد قتا حوتكي أما ما الله يوينا وليهي وإنا تحف نساويا وإنا تبيا كقادة محيط معنا ود بد بادينيسا لكن افكاغا كوهاي افكاغا كوهاي مدرسينا الاغاتان واكد ارنكي ايوالها الصومالي قولي قود بحفديين نبي يونس عليه السلام ايو حوتك امام اللايقة ولا تكسر له عظما فالتقمه الحوت ابتلعه الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم فإذا بيونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر ظن أنه قد مات فإذا به يتحرك داخل بطن الحوت فلما علم أنه لا زال حيا سجد لله عز وجل سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما دي مقلسان الله أكبر ولله الحمد ولله سوء عزومة أرن هلكا وحن برننا ومعجزات سبحان الله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله حوتكي والقي حوتكي يا لقي نبي يونس عليه السلام وحل أمري إنه حبك إنه بباتر قارسين محادع إخواني في الله وحادع يا ربنا نشغل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نبي يونس نحدنتي ولقل ميحوتك بيه قبوبة ويزقرن وايه وخيستة إنو بنتي أي سكوهيستة مين هين إنو بنتي وحادو غاتا حوتك ملايقي أيان لقي وحادو غاتا مركو وستمركي وصو النقضي وإنديه كلافوري وحبس أركيا إساقي النال حقو كود حجرة مال مقدية وحو كود حجرة إخواني في الله أفكي حوتك علاشي حوتك أي كل حجرة الله أكبر ولله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله أفكي بكل حجرة حوتك ومال مدو ومال مقدية محسمي إلهي بؤس سجودي وحاذو قاتا ملايق دحديدي إلهي سدوه شكريو إلهي بؤس سجودي ومضح لكو أدقي مضح يعني أنا وحا أجي ذيمك يعني ملايق أي مضح لكو أدقي وحاذو قاتا أي أسجودي إلهي وينيسية في ريا إخواني في الله هل كو كسجودي نبي يونس عليه السلام ما الله لحديثة معنى محيطها معنى وحيطة سجودة قفكي سجودي واي وأردماتي قفكي سجودي واي وأردماتي إخواني في الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد ولا ليال ما دي مقشان سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله مركو أغادي إنو نولي هاي أيو السجودي إلهي دو مضح ركو أدقي مركا مضربتنا تيو أغاتان
مدرسة هنا برتان قصة النبي يونس عليه السلام محال نوحية حا والله وحربنا برنا وعروتي لو غشي كنا ودمر كنا وغشي كنا وإهل كنا وغشي كنا وإسكولك وحن ربك تيوحي الشقادة أردن وغشي كنا من هين سلاسا ربنا أنا نصاب فريستا وحن غشي كنا قصص الأنبياء قصة النبي يونس أن قصة برني ولك إسلام رايف نبي قصر لي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. في بطن الحوت وقال ربي قال ربي سجدت لك بمكان لم يسجد لك أحد مثله، لم يسجد أحد من البشر بمثل هذا المكان، اتخذته لك مسجدا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن يونس عليه السلام ذنون ذا الحوت أن الله عز وجل لن يضيق عليه، لن يقدر عليه، أي لن يضيق عليه. فإذا به في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت يسمع صوتا، ما هذا الصوت يا رب؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إخواني في الله وحو كده حجرا علاشي حوتك علاشي ملايق كده حجرا وحلقاس وقو سجودية كورما ملايق وملايق آدياد أوين. إخواني في الله ملايق وملايق آدياد أوين وحاد كسو قادة مدي مقلسة وحربة ولا الله إن الحواقها يرفها مسيو قياسي سيئ مقاس كيسة حدي ولا الله ربان إن الحواقها برطان نبري وحاد قادة ومن الباس أكري من الباس أكري ويان سمت قانا بساس كواوين وكاي ونسكي سوه يان كور سمير وين ماين سمير وين ماين. سبحان الله وبس أكل ومن بس أكل سبحان الله. ها وح آدي أدوين مارت ما الله يجا سبحان الله كفيرية تي في جا هذا درسنا صور كان نيس صدرنا إن شاء الله من هين وحصر تجلى ولا لها قاركود سماليت إن ولي نبيري أركين أما الله يأركين مكتي وحمودي يان بياد يرا مارت هو إذا دغري جو كان تو ومركا ملايقة قرية كعنا بالمودية ما يكن ماهن إخواني في ملايقة ماهن وبهال آدياد أوين نبري ويان إن شاء الله. على كل حاجة نبي يونس عليه السلام إلهي بالله بلايا إلهي بكلية الحمد لله وسجودي إلهي بكيري إلهو وحد يقول نعم ديسي مال أد قفنا وليجي كو سجودين يال أنيقة أن كو سجودي كورما ماشا أشاقي من حيث إخواني في الله ماشا الشاغي من حيث هاي وحادو قاتين وابده وحادو كلا علوش حودك كورما ميدرت مانتا كور نين اما قبرد كسو جود دي علوش نبريغا ميدرتو ها ميدرت اخواني في الله لا اله الا الله اله فضل قابر اسيسي انان هلكا كسو جودو مركاسو قصد ويسيس عطا ولالهنا ويسوق ليان ويارين وناكسن ويان واي فرينتا قارسة فرينتا غارسا ان قصص الانبياء قولك اسلام لايف لك ودو منين او مباشر او لايف لو اخرنيه او ولالهود مامولكن اليهين الهي درتي سان نيجعلني تحت امركم وي لوف يو اول الهي درتي سان اسكو جعلني. نعم هداتين دد توحيدك دد لا اله الا الله محمد رسول الله وان جعلني سو دوادا مين سيدهين. نعم بارك الله فيكم قبل يوم مامول خليهين كسو دوادا خيرك نلا قبسدا دخلك رسولك عليه الصلاه والسلام. واي نبي يونس أنصان نقرنا عليه السلام نبي يونس أنصان نقرنا عليه السلام إسقي أكجر ملايك دحديسي حودك دحديسي وحبوب مقليا ولا ليال عط أيو مقليا عطب مقليا ويافسيني هاي يا عطك إيشاقي كرا يا كل حجر قولك أو إيشاقي كرا عطك هذا يسنى إن شاء الله عطك مقليا ومحي قيلوا أيو مقليا. ما هذا الصوت وأنا في قاع البحر سمع صوتا غريبا صوتا عجيبا فقال الله عز وجل له يا يونس هذا هو تسبيح الأسماك في البحر وإن من شيء في الظلام يسمع تسبيح الأسماك لربها وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله سبحان الله. ما دي مقلسان ولا لها قاركود ويفهمين ولا لها قاركودنا وحاوجوغا ولا الكود جمال إسلام لايف أو فهمسين أيو وحبد حبد أنا بترجم أيو لغديني هوي ما شاء الله. ما دي مقلسان أرن كان إنو ولغي نغلومين أرن كان إنو ولغي نغلومين أنا قنا إيسو الدعية عاف ما دي عمر دير يا عبادة حسن يا هنون فربضان إيسو الدعية آمين دها ودعية ولكن جمال إسلام لايف إنه إلهي هنوم أسيو عمر دير يا عفمات إنك نسيدا وقال يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول. آمين آمين ولا ليا آمين. نبي يونس عليه السلام وثم مقليا قيل مقليا عض مقليا إلهي بويدنا وليه قيل هذا ما وبد دحديسي وعلوشي وحد وقات حوت دحديسة مركز إلهي أسو جوابي إلهي محوك الله إخواني في الله وحنا المقليسيت قيل هذا المقليسيت هذا الكلام المقليسيت قيل الكلام ما هنا وحده قاعد تسبيح دي كلونك بدك ودحتره ما الله كست إلهي سبحان الله وتسبيح سدا إخواني في الله سبحان الله إيه سقرة ما الله كست وتسبيح سدا إلهي سبحان الله وإلهي وينسي أو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سدا النقاء كل إخواني في الله ما الله كست حيوان كست إلهي وتسبيح سدا واحد مقلي سيد بكل يهي وحيوان وملايق أو تسبح سنيو لكن إنك ياند أوجين إنك ياند مقلين لكن واحد وقعت أنيق إيه تسبح سنيا. سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله وحق استأرض له أن أنيق خلقي وأنيق إيه تسبح سنيا لكن إنك بار مقلين دقو إلى هين السين أدخل مقلسان حيوان كو تسبح سنيو أنت سوى نغمو في العاوة كورما ولا ليال عاو وحن برنا حتى ملايقة يا إلهي كنت تسبح سدا كورم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. محيدهان محيدهان إخواني في الله سدا وتسبح سدا سدا إلهي أوين سيان هلا أب لكن إلهي وحو شاقيا إنا وحا وقات التسبيح دودي إيتهاي نبي يونس با الله شاقيا كورم نبي يونس با الله شاقيا إخواني في الله والله هاي موحانا النقل يسيد ملايقة ويان نبي يونس يا لما قشي كورم وبد دحديدي ووحد وقاتين إخواني في الله وعلوشي حوتك كود حجري لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما دي مقلسة أرنكن هاني سكوت تاقنو ولا ليا أرنكن أن أغانو إن وحد وقاتي واجب لكو تاقن إن عقيدتي توحيدك أن هذا نقبر لنا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. ها سيدي قيسرنا وحد دعايا في تلك اللحظة قال يونس لا إله إلا أنت. تذكر أعظم كلمة لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. أياك صوب بحري مركو إنت ومقلي وليري ما دي مقلسان وتسبيح دي ملايقة وأنا دي وينسينس لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. أيها حضرة تقوى شيء نبي يونس عليه السلام سقر إني كان همبرنا في المدة لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. سقر ولا الوحر رب كلنا سقرتان ستكتب شهادتكم شهادين ولا قرنية قفك سقر لا إله إلا أنت ولا سقر ولا قرنية وما لنت قيامها أي وحر ذات لقصص دون أجرك. نعم سقر كلنا ولمن إخواني في الله ما لنت وحر ذاتين إمكا ملايكتا يا أركيسة أو سوقرسة أو أنك اللذي أو إلهي أجدونتا وحي سوقري لا إله إلا أنت. أنا قنوان سوقري أنا قنوان سوقري إخواني في الله لا إله لا إله لا إله إلا أنت إلا أنت. أن أجرك شقيسي يا إغبادين إنا لغور بدين أجرك موقت أجرك إنا لغور بدين لا إله إلا أنت. كسوع العليا كسوع العليا كلمة دي كسوة بحديويان نبي يونس عليه السلام برنامج لايف باي نص هذا هنس عفينه سومالي ده هدي أورا لهين لا إله إلا أنت واللي بال لهين والله واللي بال لهين كلمة ده برتا قلبي هنا كوع العليا لا إله إلا أنت. ما سوى ده ورا ليا سبب معانه مل لو قلت لي ملك ور مل وكرة حسننا وكرة حسننا قصص الأنبياء لا إله إلا أنت. حالك إني كنت من الظالمين اعترف لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت
من الظالمين. سدا سؤري إخواني في الله نبي يونس عليه السلام بفيرة سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. إخواني في الله وقرت إنه يعني ها وقرت إخواني في الله الله أكبر هذا جسنا قصة ده. يونس بخطئه بتقصيره لأنه استعجل على قومه ندم يونس وطا قصد بلوغي واني وحسوسي منهن وقرتي إنو دنبي أقلي وقرتي إنو دقدقي نبي يونس عليه السلام وحل لي سدح عشو أسوق إساقم وكاربح منهن إنو حواقها يرقفي إنو حواقها دقدق قبتي وضحصتا هذا الكيجي سوماين إخواني في الله هذا أيوب قرتي لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. نعم الله أكبر ولله الحمد والله قدال كيميت من مقلسان عطك من سوى قارية قصص الأنبياء من سوى قارسة قصوين كي أنبياء إلهي سبحان الله تعالى من سوى قارسة مسيوان كسو عليا عطكان هقاجية الحمد لله وان سوى قارية هذا كسو دواد خيرك قول كان وقول كي خيرك وقول كي وناقة وقول كي لغو أخرني قصص الأنبياء وقول كي لغو أخرني إخواني في الله عقيدة الإسلام وقول كي لكو أخرني شريعة الإسلام وقول كي والله يسكت برسينيين أفر إلا سديدة من قفة برسينيين وقول كي والله يقول كي إلهي التوبات كينين قف قصة التوبات ديسة حقا هاي ماضو وقول كي والله كسوة إسلامين وقول كي وناقية خيرك وقول كي شنطة قاردود إسكوه كيني سومالي دا أردن يا رب العالمين محلين هاي كلمة دا إنا إلونا ماهين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين هيلوبينا بارك الله فيكم ما نسي وضع سد أودي جيستان أدور راح جيستان قصد النبي يونس عليه السلام هذا حتى إجت رادان إخواني في الله حتى هذا إجت رادان مايا أنا قاسي وضيا واي وحربا إن برد ما شاء الله وكان رجاعا إلى ربه جل وعلا وكان كثير التسبيح قال لا إله إلا أنت في ظلام الليل في ظلمات ثلاث في ظلمة حوت وبحر وليل مظلم بهيم فإذا به يقول تلك الكلمات فتصعد الكلمات وتخترق السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة إليه يصعد الكلم الطيب حتى وصلت إلى الملائكة عند ربها فسمعت الملائكة تلك الأصوات صوت عبد يقول لا إله إلا أنت فقالت الملائكة يا رب صوت نألفه الصوت نعرفه لكن المكان لا نألفه يخرج من مكان غريب فقال الله عز وجل للملائكة سبحان الله مالي مغلسان أرنك ما أنت أغادة أرنك ما أنت برت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله كذلك يميت كسر دوالة ولا ليه نشرفت لقيمها لي قصص الأنبياء بأي نص عدة ولا ليال نبي يونس عليه السلام وكوع الإذن لي من هين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت كوع شد أو برت إن شاء الله هادن بدافع هاي نقطتين أتقول لي بانتان يا رب إنه أرزاق إلهي كأرزاقه قبل الربط إنك وناكسن أخلاق ذا دينك إن إلهي أبره أو تجرب كي تجربته هكوع كلمة دا لا إله إلا أنت إنا كنا سيدا أوكله رادين أيو قبل دو ونعكسن جردون كو ونعكسن جوري قدرت يا رب العالمين لا إله إلا أنت كوع الإلهي إن شاء الله مثلاً تيل كوع حنوسنا أيو كلمة دا كوع الإلهية لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت كوع واحد وقعت فقير لباتله هيسته كوع الإلهية لا إله إلا أنت ولا ليال وذهلي دون توحك ما شاء الله ولا ليال وحد عدي لا إله إلا أنت وحد عدي وكوع العلني منهن علاشي نبركي مسي وحد وقعت حوتكي عطكي سرع يقعي ولا مقلية عطكي وصل ضعفي السمدة كوبات السمدة اللبات السمدة الصبحات إلا السمدة أسرسي هلكا واحد جوكتا ملايك إلهي سبحان الله تعالى يا جوكتا عسكر إلهي سبحان الله تعالى يا جوكتا ملايك إخواني في الله وهري هبين إلهي التسبح سته وهري هبين إلهي السجوده الله أكبر ما دي مقلسان كلمة دي إيه مقلين ولا ليال هردد كسو توسا
سمد وحا غاريا او ملائكته او تغيسو كلمه لا اله الا انت سو اركي ميسار مركان ليهي برته او كعلعليه او مركان ليه قرى هلكاسي غاريس كوار سمدي بي غادي سو حد تين غاري ميسي ولااليا سو حد غاري ميسو افكا كعلعليه قلكا كوسو قرى ويتغيسا لا اله الا انت مركاس لي اخواني شدا مركاس لي هي ملائكته لدي وروحنا مقل وامحي الله وحنا مقلنا وامحي وحد قالت وحنا مقلنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مقلنا مركز إلهي سبحان ويقرون وين ماشي كسر بحيسه ويقرون وين ماشي كإيمانس إخواني في الله ما فهم سن ها ماشي كسر بحيسه يقرون لين مركز إلهي لحظ ليا الله سبحان الله تعالى يا لحظ ليا وأرنا يا أنا إذا إني شاقي حقي كإيمانسه ألا تعرفون صوت من هذا؟ قالت الملائكة لا يا رب لا ندري قال إنه صوت عبدي يونس بن متى قالوا يا رب ألن تنجيش؟ قال بلى سأنجيش وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد إلهي بأشيغي أولي متقانان أفكن كهيو كعلعلنيو لا إله إلا أنت ماذا مقلسان مركز أشيغي ويونس وأدون كي هذا عبدي عبدي ويان ويونس ابنه ايو ابن متى اخواني في الله نعم مركاسو ملايكتي كتري يا الله يا الله مياد بدبادين دونتا مياد كساري دونتا دبتن واكم كهي سبحانك ها انني كنت من الظالمين واكم كهي لا اله الا انت مركاسو الهي وان بادبادين اياه الله اكبر مقدم كد حجري ها حوت ايو علوشيس كد حجري ولقي اخواني في الله ومالك الاغسو بحين كور ميت كسو بحي كرت حوت مالله وين اخواني في الله وميني باص الليك اوكري ميت كسو بحي كرت مايا والله ميت كسو بحي كرين كور كعنت الهي ماينا سبحان الله تعالى مركز الهي وان بادبادين اياه سو انيقو امو يرين سو انيقو امو دلبن سو دنبيكي سكموسو نغن دنبي قول الله وحقل إنه وقعتان ماهن نيكن والنبي بوها نيكن نبي الله بوها موقتي ها واحد وقعتا يعني واحد وقعتا يعني قصو إموسو نقر سو مارتي لباتدا كموسو دعين لا إله إلا الله محمد رسول الله وان دعين دونا ولا الله مرادك لوحي الصبر إن شاء الله قصدها لما يسنو من سيدهين إخواني في الله الحمد لله رب العالمين وايم حد عيا مركز الله يري وان بدبادين يا اي وحن دغيسن سيدا لو بدبادينيو لا اله الا انت ظل يونس عليه السلام في بطن الحوت لا يذكر الا ربه عز وجل هكذا اهل الايمان اذا ضاقت عليهم الارض اذا اظلمت عليهم الدنيا إذا كانوا في كرب فإنهم لا يذكرون إلا الله عز وجل أما يونس عليه السلام فكان يذكر الله عز وجل قبل الحوت وفي الحوت وبعد الحوت هو طوال حياته لا يذكر إلا الله عز وجل هو طوال عمره متصل بربه عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين كان من الذاكرين كان من العابدين كان من المسبحين كان من الراكعين الساجدين هذا يونس عليه السلام لولا أنه كان هكذا في بطن الحوت وقبل الحوت لظل وإن كان نبيا في هذا الحوت إلى أن تقوم الساعة ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد هل كان تفسير إيه نفتي لأبا همتي هل كان تفسير إيه ولله الربان هل كان تفسير إيه ربان إيه برطان مين سيداهين نعم
محن عاوى برني لا إله إلا أنت من هين كسعو العلي والسوقر وكل رحيسة مركض قولك إسلام الله يسوق شان أترادان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إريقات سوقرتان أما كدي من قاركود بسم الله الرحمن الرحيم سوقران وحن عاوى برنينا إن سوقرنا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنني كنت من الظالمين إنت من إلوبنا إلوب منا إن شاء الله حتى قبلهنا وحبقة الرادين يو أرزاق له يولشينا يددكينا يعفماتك إنتها كعل عليان من السلاحين الحمد لله رب العالمين محابة إخواني في الله نبي يونس نبي بوها إخواني وأنين وحبقة التسبيح دو بتسنجري إلهي بو حسو جري إلهي أيو حسو جري إخواني في الله إلهي بو كعبسون جري انت اسكو العلن جري من وحا صالحة من صديق وها من وحا دغاتا صبر بوها مركا وحا دغاتا وحا دغاتا حوتك هرتيد حوتك دلاشيسا انت وقتي حوتك با اي حقو كتسبح سنيو وحان لفهمسين الدعودة وحان لفهمسين جعلك الهي سبحان الله تعالى مصيبة كل حدرتا حوت با كل قي حوت با كل حدرتا علو شيسي لكن اوي ميسيد مارتي برارو ميسيد إلهي بدوين سنة كور لا إله إلا أنت إمسان أرغمانتا إمسان أرغمانتا تد صومالية تد مسلمة نفتي إذا بكسو قادي تد كقولك كود حجرو مصيبير باقوي منسا واحد وقات إلهي واد إلوبيسا واد أويسا واد أويسا واد على عليسا حقا ندوار دسا دكتور بدوار دسا كان ندوار دسا واحد وقات كلمة لا إله إلا أنت حتى واحد وقات أفكي إنك مصر بحضة مين هين هدي مصيبة كود عبر هدي حسد وكود عو هدي لب وكود عو كلمة دابت صدا كلمة دابت صدا لا إله إلا أنت إلهي ومغلي دونا شكو دادا مارتي توقلي مدادا يعني واتوقع سمين هين إلهي وكوسو جوابي دونا بارك الله فيكم وايهي إخواني أرنك أني باري وحيتهي أرنك أني باري وحيتهي بسم الله الرحمن الرحيم مد أكتين وحا بدبادي مد أكتين وحا بدبادي نبي يونس عليه السلام وتسبيح ذو كنت تسبح سنيي واحد وقال تحود كده حديث هدون كنت تسبح سن إخواني في الله سلاسة لو سسر لها إلا يوم القيامة معنا محيطي لا حول ولا قوة إلا بالله معنا وحيط إخواني في الله هل كاسو كجري دول حق كاسو كجري لها إلا انت ساعد الله لكل فني قيامها ما تفهمت المسألة إخواني في الله هل كاسو كجري لها واحد وقال إلا قيامها أو واحد وقال مارتي إلهي لتك وغياريه لكن حبت بادي وحبت بادي سيخواني في الله تسبيح دي ووحد وغاته وسبحان الله لا إله إلا لا أنت وكوهي مارتي علوش هو يديس مثلا هل كاسو كلمة لها أما هل كاسو جوغي لها إلا قيامها إخواني في الله سبحان الله أرنكم فيريا محبت بادي مركز سؤال باني ودينيا مسابقة نواني ودين دونا إن شاء الله أنا نواني ويتحان دونا محبت بادي تسبيح دي بعد بادي تسبيح لي يا بد 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 بادسي أو على شحود كده حريسة واحد وقعدت كسو ساري دونتا وحير كديب حدا أغاندونا بارك الله فيكم جزاكم الله خير المؤمن طوال الوقت لا يذكر إلا الله عز وجل لأن الذكر يطمئن القلب ألا بذكر الله لو كان الإنسان في سجن لو كان في بئر لو كان في غار لو كانت الأعداء حوله لو كان المرض يهلكه فإنه بذكره لله عز وجل يطمئن قلبه ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب استمر يونس عليه السلام سبحان الله وكأنه شيخ الشيخ وتهلك كبرنا إخواني في الله ذكرك إلهي حسك إلهي سبحان الله تعالى محيطة حسك إلهي سبحان الله تعالى إخواني في الله كلمة الله أكبر وحسك إلهي سبحان الله وحسك إلهي الحمد لله وحسك إلهي من السلاحين وحاذ قالت لا إله إلا أنت وحسك إلهي سبحان الله تعالى الحمد لله وحسك إلهي وحكست إلهي أتكتس بحسنتي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من هين إخواني في الله يعني وحل شيئا عرب كاغا مدرسة عطان عرب كاغا إنو كقوين هذا وإنو كينغا ماهن وحاب غاتا كقل الله تسبيح ذا هدو كا وقل الله ودنهاجي وبربورية ودنهاجي وحاب غاتا استاغية وحاب غاتين معناه محيطة
قلوبته محا جوتيه قلوبته محا نوليسيه قلوبته محا الراحه يا اخواني في الله وتسبيح دويا. نعم لا اله الا الله محمد رسول الله وحي كمته تسبيح ذي كمته اخواني في الله. نعم لا اله الا الله محمد رسول الله وحي كمته تسبيح ذي كمته وحده قالت الحمد لله رب العالمين. يعني يا اخواني في الله اسماء الله الحسنى أتكون العلم يسيد الشيء يسيد ملك القدوس رب السماوات رب يعني وحكس الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وكلي ما شاء الله تسبيح ده إخواني وحكرا ميا مي أنكو سيدان وي اللوبين وقلبي جينا وي انجاقل محان سمعني وحان سمعني بدك عقلي قلي والك إسلام رايف بان صدر لك ورما والك إسلام رايف أيان صدر لك ورما إيكو قرانتي نبي قلكو صلي إيكو قرانتي الله أكبر سيدة واحد وقاتة اندهينا ها إن به هنا يقلبي هنا أقل إن كورم ولا لي ما شاء الله ما شاء الله بتسوق رأسه حسك إلهي سبحان الله تعالى ينكو هنا قرآن كبد دقيس نيسا محاضرين كبد دقيس نيسا وحدو قاتا نبي كان قصر لنا كل جينا اللهم صل على محمد من هين قرآنك قاركون كورم واو يا سلام من وقت يا سوق يا سلام هو أقوى مرقاصا وأقوى جاتك أفكو وجره يا سلام سوقر كور بغوان ومر قاسي موكسي يا سلام كوكلا واو يوكيكيكي يوكوكوكو يوم يو وحيال لو باهرين اخواني في نعم نعم والله والله وحا ما قلبي اي وحا قالت اخواني في الله اي جل عيسى ما والله قلبي اتكيس كور ها واو وو شكوكوكو مكوكوكو يا الله يا الله إن أستر يا الله إن أستر يا رب العالمين يا الله إن أستر إلهو إن سوحنوني قولك كلياتي وحادو قاتا ولا لها مارتي حسوسين أيو نعمد إلهي سبحان الله تعالى إلهي ميزانك حسناتك أسار رير إسلام لايف رير إسلام لايف ونبطة رير إسلام لايف نبي قصم لي عليه الصلاة والسلام الله أكبر ميزانك حسناتك نيسارو وحن حسوسين إيسان ومركز حتى قولك يوحن نبور راحين إيسان مقع إلهي كقرن كور الله أكبر إلهي باوين نبي قصم لي حسوسين إيسان. نعم مصير وضع إخواني في الله إلهي ميزانك حسناتك كل إيقان نوسارو ولا لي قولك نصور لي سيئو قبل إيو يلق في كشفة يا رب العالم آمين. ربما كان النفس يهلكه، ربما كان الجوع يهلكه، ربما كان الظلام يقتله، استمر بذكره لله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شارك ميسان أرهك مردو ينقادي أنفسري حدين أنقن نكا التسبح سنيو يعني يونس بيكالين حدون أنقن ويلك او تسبح سميه وحجوجي لها الا يوم الدين الا ما انت وحدو قتل سو ساريه الا غورما الا قيامها علاشاس كجري لكور حوت كاس كدخجلا لكن وحبد دادي اخواني في الله الله اكبر وحبد دادي تسبيح دي لا اله الا انت ها سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين تسبيح لي يا بدالسي مجلس عتان انت ما لوبسان انت ما ادلوبسان هذا الدرس يا سوق ادمي مشي واحد وقتا وان حفظنا كلنا ما شاء الله قصه النبي يونس عليه السلام ميا الحمد لله ما ادلوبينه واحد وقتا وان سي ودنا ان شاء الله وحير باهري حبحينا ورا ليال عبار كديواني فصحي دونا ان شاء الله. فظل يذكر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل ويذكر الله تعالى حتى اذن الله عز وجل ليونس عليه السلام بالفرج. وأي فرج وهو في بطن الحوت، وكيف يفرج الله عز وجل ليونس عليه السلام وهو في هذه الظلمات الثلاث؟ كيف سيأتي الفرج ومن أين سيأتي الفرج؟ أذن الله عز وجل وأوحى الله جل وعلا للحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام أن انتهت مهمتك، فانفض يونس إلى شاطئ البحر. فلفظ الحوت يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونسي وضعنا إن شاء الله آدي آدبا نغفر حسيني هاي إن ولا لها عاو حي برتين كلمة دا تسبيح دا كمية هاي إن قلقك كوع الأنانيان ونحسسيني سواء كل راحي سننه
ee malaa'igtana shaahidi ka tahay kelmadda oo tahay laa ilaaha illaa ant subhaanak innii kuntu min adh-dhaalimiin aad iyo aad baad u mahadsantiin baarakallahu fiikum jazaakum allahu khayr soo qora walaalayaal soo qora walaalayaal maxaa ka wanaagsan tasbiix la soo qoro maxaa ka wanaagsan salaan la iska qaado maxaa ka wanaagsan ilaahay la weynaysiiyo allahu akbar maxaa ka wanaagsan salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam maarti la soo qoro manaheyn waxa oo dhan way tegaysaa ayay u tegaysaa raxmaanka u tegaysaa naxariis badna ayay u tegaysaa raxiimka u tegaysaa maxaa la leeyahay maxaa la leeyahay walaalayaal ilaahu qoom baa jira aan soo aragnay dad baa jira gabdho iyo wiilal oo soomaaliya oo ku dhex jira qolka islaam life nabiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam allahu akbar oo gurigaagu dhex joogay oo dhegeysanaya qisas al-anbiyaa qisadii nabigaagii yuunis calayhi salaam iyo dhegeysanayeen qaarkoodna waxaad ogaataa waxay soo qoreen qolka dhexdiisa laa ilaaha ilaa ant laa ilaaha ilaa ant ilaahow ilaahow dadka manaad u naxariisanayn ilaahow dadka manaad u naxariisanayn wuu maxay iga rabeen waxay leeyihiin malaa'igta naxariistaadi rabeen bes naxariistaa rabin mid kasta ujeedo ayuu usoo qoray laa ilaaha ilaa ant laa ilaaha ilaa ant ujeedo usoo qoray mid waxay rabtay inuu nin wanaagsan ku arsaaqo mid gabadh waxay rabtay nin wanaagsan inuu ku arsaaqo inana wuxuu rabay inan wanaagsan gabadh ilaahay ku arsaaqo maad i maqlaysaan walaalayaal codkayga maad maqlaysaan mid wuxuu rabay caafimaad inuu ilaahay maaratay ku arsaaqo mid arsaaq inuu ilaahay ku arsaaqo midna wuxuu rabay naxariistaada guud ahaan iyo kulligooga rabeen mayna sida ahayn jannaatil firdaws iyo rabeen markaasuu ilaahay muxuu oranaya muxuu oranaya ikhwaani fillah waxaad ka noqotaan markhaati malaa'igtiisa buu la hadlay ka war inaan u naxariistay inaan u dambi dhaafay qoomka ku dhex jiray qolka islaam life oo soo qoray laa ilaaha ilaa ant subxaanak subxaanak innii kuntu min adh-dhaalimiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillah alxamd taa ku bishaaradaysta taa ku bishaaradaysta malaa'ig ba hadda joogta oo kobi naga qaadaysa wallahi alcaiim bisika madi maqasheen malaa'ig baa jirto hadda kobi naga qaadaysa kobi ba naga qaadaya waxaad soo qoraysaan tasbiixdaad soo qoraysaan alxamdulillah rabbi oo ilaahay u geenaysa ilaahay waa u shaahid ilaahay buu arkaya nacam baaltooga dhexdiisa baaltooga dhexdiisa malaa'ig baa ku dhex jirta baaltooga dhexdiisa malaa'ig baa ku dhex jirta aniga nii sheegaya oo waxaad ogaataa niga shaahida ikhwaani fillah shaahid baa nahay adiga baaltooga dhexdiisaad ku dhex jirta walaalka iisoo qoray ma baaltooga dhexdiisa ha adiga baaltooga dhexdiisaad madaxaaga soo dhex gelisay oo lugahaaga dhadheeraad soo gelisay oo dhabarkaaga weynaad soo gelisay oo cambulada aad kasoo dharagtay ma baaltooga dhexdiisa soo gashay maya soo computerka guriga kuma yaalo dee gurigay kula joogaan la soco guri qof kasta gurigaysa la joogaan malaa'igta allahu akbar jawaabta soo waadix maahin ilaahay cilmiga hayna fahamsiiyo ilaahay cilmiga hayna fahamsiiyo markhaati baa laga noqonaya insha allah okay sida ku wada kheerka walaalayaal maasha allah hansii wadano سقط يونس عليه السلام على شاطئ البحر على شاطئ وهو سقيم يقولون كان جلده على عظمه ضعف جسده رق جلده صار سقيما كالفرخة تخرج من بيضتها هكذا كان وصف يونس عليه السلام وهو على شاطئ البحر سبحان الله سبحان الله واحد قاتين وضدي بقى وقت قبل ايمان اياه oo nabadgelyo loo badbaadinayaa nebi yuunis calayhi salaam maad rabta inaad ogaataan sida loo badbaadinayo siduu uga soo bixi doonaa subxaana allah siduu uga soo bixi doonaa subxaana allah tacaala waxaad ogaataa caloosha waxaad ogaataa xuudka siduu uga soo bixi doonaa subxaana allah fiiriya kun fayakuun ilaahay baa amraya ilaahay baa la hadlay xuudkii waxaa lihi shaqadaadii waad gudatay halaas shaqadaadii waad gudatay waxaad ogaata qaad oo waxaad ogaata waxaad geysa banaanka usaar banaanka usaar banaanka usaar ha xoriyadiisa usoo celi markaasaa lasoo tufaya nebi yuunis calayhi salaam banaankaa loo soo tufay ikhwaani fillah banaankaa loo soo tufay wuxuu soo baxay isagiyo caato noqday isagiyo dhibaataysan isagiyo caato ikhwaani fillah ayuu soo baxay nebi waxaad ogaata xeebtii baa loo soo tufay naam xeebtii baa loo soo tufay marka waxaad ogaatiin waxaan leenahay haan faa'iidaysano
وحضراتين جركي ضعيف. نعم جركي ضعيف إخواني في الله. هم فائلي سنو قصدي نبي يونس عليه السلام وقيت قد بيسي. والشمس على رأسه فنبذناه بالعراء وهو سقيم. سقط على شاطئ البحر بين الحياة والموت، المرض والضعف والوهن قد أصابه. لا ندري كم ظل في بطن الحوت، لكنه نبي من أنبياء الله عز وجل. نجاه الرب عز وجل لأنه كان من العابدين، لأنه كان من الذاكرين. لولا أنه كان من المسبحين ما خرج من بطن الحوت، لأنه كان ذاكرا لله واستغاث بالله. فنجيناه من الغم، من الظلمات الثلاث. وكذلك ننجي المؤمنين. سقط على شاطئ البحر والشمس على رأسه، ربما تقتله الشمس، وربما يهلكه المرض، وربما الجوع يقتله. سبحان الله سبحان الله. نبي يونس عليه السلام حوت كيف صوتفي لما قرني إلهي بأوك انتو كسو يدري حوتك ما دي لسعتان إلهي بأوك هدي لكو قصو قرو لكو دي مسابقة دا لوك الادو ولا شيء ولا كي امسو كسو جري علوش حوتك محاد فقرسة. الله أعلم جواب تقوه ناكسن ويان الله يأوك وكا الله أعلم. ما تفهمتين اخواني في الله؟ ما شاء الله انيقو حصر تقال انا نويديو امسو كجري بش مارتي علوش حوتك إلهي بأوك وايهي وصبحي إساقية دالسا إساقية ضعيفة جركي ستعبان بالنقضي إنتا مية ما إنتا ماهن مصيبة كلايا الضيارة. الله أكبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كوا مصيبة اتماده محيدهن قالوا محيدهن إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بان له إلهي بان الله بان من إلهي مصيبة كلا سوبيسة مصيبة سوبيسة مدوكتين ومصيبة امتحان كلا عد عد يا ماشي جرته ماشي وحب ويان حب سوى متق أنا يا إخواني في الله شاط البحر بدي مارتي إيا لو صوتوري بناك لو صوتوري عد عد يباكلو وقا جونا إيا وحادو قاتا ضعيف ونقضي. سبحان الله سدو قبل حدونا سدو قبل حدونا كسو قاد مسكح هذا إميكا أريد كل حجري بالله الضعيف أتكسوا بحري. سبحان الله سليب وقبت بالدورة مدربتين الأوقاتان مدربتين الأوقاتان. الحمد لله رب العالمين وحن كل جسنا كل لو رب قل قف وزيادة ما شاء الله. إلهي ميزانك حسناتك يا نصر سو ما هن إنا إمك دجسنا وسوع عزمنا والله قدرك إيمانا يو والله سوع عزمه سوع عزمه قف كي ليسك قف وجود حجرو حدها سوع عزمه أجرك حسناتك كرات سدا وحد وقاتين. إلهي سبحان الله تعالى هاي نون حريص سدا مانتين أديك هدو خيرك قولك إسلام رايك إلهي كتوسي خيرك قولك إسلام رايك إلهي كتوسي وحد وقاتين ولا لها لجع لو ومسلمين تسوع عزمينهين. الحمد لله رب العالمين. قصص الأنبياء بقي نص عدا ولا ليال قصص الأنبياء بقي نص عدا مد أكتين. والنبي أفر إيه طمانات أنا عاو حلقا كبرا لنا والنبي أفر إيه طمانات أيه ولا الله نبريا ما شاء الله. إلهي علمك أزياني إلهي دبي جوجا هدا يا رب ده. والنبي أفر إيه طمانات أبونا آدم عليه السلام ما قصوا بالأمني إبراهيم بسوق آدمي إدريس بسوق آدمي نوح وحادو قاتل إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب عليه السلام يا رحالي تولي سوق آدمي سلاسا أصوى وضني وكي أفر إيه طمانات ويان من أركي سامولا ليا وكي أفر إيه طمانات ساعد وحقيته وقت الدبي قلك وضوحا نور باك صعدا عاو محاد برتين ولا ليال عاو حام برني لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك. الله أكبر يا سلام معانا دينتو معانا قولك خيرك سومالي دا قاركود وحي مودان إني وحادو قاتا قولك خيرك إيه معانين داد بس إتكفر ليوه أو وحادو قاتا عجل أسعره مي إخواني في الله والله قولك إسلام الله فحبون نبري وحنا نجعلي سي قولك خيرك دينتي ونجعلي سي منهين سلو قولك او نوري كورما ولا لها السلال لو سود وينيو قولك قاركود وحا سرتقلا عجل إنا لصاره وعاور نم عجل كدقي ستيت لكن هل كان دقي ستا سيدا ملب اوكلي ايا وحا دقاتا علمي جينا لقو برايا ما شاء الله انا قد كبسور جيدا عجل لكن وحا نجيدا سيدا يعني قولك او نوري ما شاء الله الهي ازيادي رير اسلام رايف ما شاء الله. آمين.
ماذا سيفعل الآن؟ كيف سينجو يونس عليه السلام؟ ما سقط على الشاطئ إلا وأنبت الله على رأسه شجرة كاملة. أي شجرة هذه؟ إنها شجرة اليقطين التي تسمى عندنا اليوم القرع أو الدباء. أنبتها الله عز وجل مباشرة على رأسه. لما؟ لأن أوراقها كبيرة يستظل بظلها. سبحان الله. فيري والعليال إلهي سلو مر لبعض أبد بادين نبي يونس عليه السلام بضي مركو قصة ساري على وشي حودك قصة ساري محادة عيا برنامج سو موسو ساري صحابتي موسو ساري إخواني في الله أيو واحد وقت هالكا جيد أيو قصة ساري كورما سبحان الله جيد بو قصة ساري جيد كا سدو كهر صدى إخواني في الله نبي يونس عليه السلام جيد كا سدو كهر صدى واي ماشوا كلال عد يا كسر ريسا ود أختي إخواني في الله من هين أنت بدنا بدا واحد وقت كل شيء من هين بدا وكل شيء بيه يا ملحة أما عصب صدق أنا ها ولو آديات أكل من هين بدا وعد وكل شيء هاي حقان كان لنا وحن كان لنا إخواني في الله عراق بان كان لنا وأنا كي كان لنا مركز موسم وحن صرت قلب برناك إنه تهاي 45-50 degrees وعد عد إتاي من هين 45-40 degrees وحن كان لنا عراق بان كان لنا مركز سلو إلهي أبد بادي نبدأ أيف نو قصة بحد على وش حدك نبدأ أيف أو تبرير نعم نبدأ أيف أو تبرير وقصة بحد وحنوصل نقانية قبله إن مسلماتك إلهي خير هالسية إلهي وحنو قبر يقبر كستقولكم كل حجرته إن إلهي كسيو مقع جندة مقع جندة من أكتين أن جعله إلى هشان من أكتين مقع جندة أدربتان إن أنا إذا نيب بحيو ومقع كل جيلات كان شان كبر كستقولك كل حجرو ها مد أكتي مقع رالية رالية الجندة ده شيء إلهي هاي نغسي يا رب العالمين حور العين في الجندة نغضى يا رب العالمين نعم إخواني في الله أن حريست إنما ده ضعيفك أن حريست إنما ده مانتا وحريس أن حريست مانتا وحدوغات إنما ده قردون قورك نغي يا حلاشة ها مدحا كتابنا حمينينا هكبيرانينا مدحا كوات كينينا وحدوغاتان هذا الكبران يسوال هذا بدن كجوجية وحدو قاتين إلهي بقف كست أرزاقي وحدو قاتين رفيا نقطة رالية من سحور العين الجنة وحدو قاتين مساكين تأون حريصة إنما لا صور دويستة من هين أرزاق هذا إلهي باب بحية وحن أصلا نقول لنا درس فيه ولأن فيها ثمرة يأكل منها تقوي جسده أخذ يأكل من الثمر وتأتي إليه غزالة كل يوم يشرب من لبنها يشرب من اللبن ويأكل من الدباء من اليقطين ويستظل بظل الشجرة سبحان الله أرنك إلى دبيسة أرنك إلى فعليسة وحد قالت جيد بوصة سارية من هين جيد بوصة سارية ماشي والقصة توري وقصة في حوتك جيدك وهرسنية كو جيدك راشين بكعونية كورم إخواني في الله خضرت بكعونية جيدك خضرت بوتا خضرت دي سكعونية إلهي سبحان الله تعالى محو صدريا محو صدريا ميا جيتك وحبك ما عبيه وحد ذات قزال بو صدريا ها حيوان بو صدريا وعانيه دو كعب كورب الله أكبر ولله الحمد حيوان أيام ماشي أبوي منسى ووحد ذات عانيه دو كعب بيه وان دي سننا وفا إلي سننا كالي دي سوال علي البارك الله فيكم إلهي سلو أبو أرزاقه كورم وحد ذاتين نبي يونس عليه السلام إلهما أرزاقنا كذا والله عز وجل يحفظه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين نبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين لما نجاه الرب عز وجل فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحان الله سبحان الله إخواني في الله جيد بان أصلا صارني وكهر صدو وعن عدي كل ليلة إلهي وحادو قاتا وكيلا ليو هديك الولي من الله إخواني في الله جيد كيبان كارزاقني حيوان كيبان أصلا درني
وعانه دو كعب كورما سلاسان أن أبدادنا سلاسان أبدادنا مؤمنين الله أكبر الله أكبر ما دارك إنسان صدق الصبري نبي يونس عليه السلام إنك مؤمنين قل الله إنك مقلي مؤمنين دب نقضة مؤمنين دب نقضة عدوك إسلام كنعة عدوكين النعة قال هذا النعة وحي لده قال مي مسلم كنعة كاسا مؤمن رد نب لذا ما هين وحادو قاتا وحادو قاتا وحادو قاتا قلبي أفقان كشي قال مؤمن لكن وحادو قاتا دحد بوديسة وحادو قاتا كل دقم مايو قول سيدة سنة رسولك عليه الصلاة والسلام قاتا وحادو قاتا إلهي درتيسة إسكو جعل هذا قلنا حريسة أقوامها قلنا حريسة قبلها قروبك أنا قوة حربا نكست أو صوماليا ما دي مقشان نكست أو صوماليا قروب كست إنا قلنا حريستان عروتين مضحة أسلحدان التكتان أتسو زيارتان أو وح أتسيسان أدمارتي أدعاوينتان من هين رسولك عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي ساسي قلنا حريسين جرين قبلها قروبك أنك وحن أرمي قبله وقتنا إيميكا قبله قروبك يا وحلك الربا كور قبله قروبك يا وحلك الربا نادي أدي ذا وحيستين تي فوقها سوصار موقت لو بقول الدولار أدي ذا وحيستين سوصار لو بقول الدولار موقت قبلها قروبك عروتو ذا مضحة الصلاحة قبلها قروبك نوحا لين هاي هرؤو قرسدة إن شاء الله يا قبلها كلبة ما سيوة ذا قصده ومعانتك ومالب ومالب ونكون راحي سنة يا سيب أسو جديدنا وحن مريا وليقين نغلو الناس ومين هين ننفع إليسا إن شاء الله قبل قبل ينجونا نجاه الرب عز وجل من الغم من الظلمات من الهم لما؟ لأنه كان من المسبحين كان من المؤمنين كان من العابدين ظل يونس عليه السلام يأكل ويشرب ويقوى جسده شيئا فشيئا حتى اشتد ساعده لما كل هذا الذي حصل ليونس لما جعله الرب عز وجل يلقى من السفينة ثم يبلعه الحوت ثم يظل فيه أياما في الظلمات الثلاث لما ثم لما ينجيه الرب عز وجل مرة أخرى لما ثم لما يقوي الله عز وجل جسده مرة أخرى تعرفون لما أراد الرب عز وجل أن يعلم يونس أمرا يا يونس ارجع مرة أخرى الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد طبعا جيت كي وكا هرسبي يونس عليه السلام وجيت كي كعنيي حيوان كي أتمت وعانها كعب جري إلهي سبحان الله تعالى وحبال كتو سيا والله أنه حرسنا يا الدون كيسا مؤمنين يا إلهي أنه حرسنا وليقود مئلوب وأكتين إخواني في الله قفك صبر وحسوسنا الدوني آخره سو سيدا ماين إخواني في الله واي هاي دب الله أرزاقيا دب الله أتكينيا ولا بدادي نرى العصب على سينيا نبي يونس عليه السلام واحد لنا واحد قرن ويان وإلهي ومارتي واحد وقاتين إخواني في الله وقري بارك الله فيكم جزاكم الله خير مركا وحبال ربينا لبسو مدرسة وقاتين إنا لبسو مدرسة وقاتين واحد لربينا لبسو واحد للربا إلهي سبحان الله تعالى نبي يونس عليه السلام إنه دب وقطسه وإراده كن نقو قوم كاغي دادكي آنيغا أنكو صدري كن نقو كن نقو وحباد لكل مدون تا سيدا او أغادة ولا عليا حدان أغادنا قيبت أدبيسي إلى أين أرجع؟ ارجع يا يونس إلى قومك إلى من؟ إلى قومك ارجع لهم مرة أخرى لم أرجع لهم؟ تعلمون لما؟ أخذ يونس بعد أن اشتد ساعده وقوي جسده يمشي مرة أخرى سبحان الله سبحان الله والله ليال إلهي بالله هذا النبي يونس نقضي نقض وحقان كن نقضى دات كاقي النقض دات كاقي النقض وحقان تقيا ما دات كاقي النقض ما دات كي برقي أديك كو كفر يا الله وأني قيد ديري هاكو النقض وحدو قاتين إخواني في الله سيدي مركو أتكادي وحوقي سي أسر نقضي وماشي يعني فترة وجوغي زمن وفرديي ووقتي وجوغي أيو بلابي إنو دبقلو غيو إلا تولدي سي
ومر لبعض أقولنا غضو قوم كي برجي لوصل دري وكعر ودي نبي يونس عليه السلام بسبب بلا وجبان كقاعدنا ودوبانته هاي حتى ربطان إن الأوقاتان واحد تعلم هذا أما واحد information عجل كهرباء دقيتم أيام دقيتم دوتان إن شاء الله ونسي وضعنا إلى بلده إلى نينوى التي تركها على الكفر لم يؤمن فيها أحد من الناس أمهلهم فيها كما تذكرون ثلاثة أيام الآن ربما نزل بهم العذاب لما أرجع لهم والعذاب قد نزل لما أرجع لهم ولم يستجيبوا لي سبحان الله نبي يونس بقى إصلاحة بلايا السبب يؤسل لغانا يتولدي سي وبرقي كمال هوريا ذاتك إيدي دين ومحان الله أبتاه waxaa suurtagal cadaabtii inay u timid ee dadka ay burburisay maxaan u laabtaa cadaabtii aan arki doonaa oo dadka ay ku dhacday ha muddu ka maqan yi markaysan saddex cisho ayaa leeyay cadaabta kadib ay soo dhacaysaa soomaayna akhwaani filaa wad la socoti walaalaha darsiga ardayda walaalaha sharafta la qiimaha wiilal iyo gabdho oo waxaad ogaatay bilowgii aan darsiga la bilaabnay nacam saddex cisho ayaa barigi loo qabtay kadibna ilaahay wuxuu cadaabtii aan keenaya saasa isaga uu kooga saasu kooga hadda waxa la isaga laabo ha u isweydinay maxaan u laabanaya falamma rajaa yunus alayhi salaam ila qawmihi ta'rifuna alladhi wajada alqaryata kullaha 100,000 insan kulluhum aamanu billahi jalla wa ala ya allah kullu alqarya na'am kullu alqarya aamanat billahi azza wa jalla arsalnahu ila 100,000 aw yazidun وهؤلاء الناس 100,000 لم يتخلف عنهم أحد الحصرة لنبي لم تحصل إلا لموسى ليونس عليه السلام لما؟ لأنه كان صادقا مع ربه عز وجل سبحان الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد وحاد وقاتين واتفهمتين ولا لها قاركود وحي سوقرين تكبير ولا لها قاركود وحي سوقرين لا إله إلا أنت ولله قاركود وحي سوقرين صلي رسولك عليه الصلاة والسلام ولله قاركود وحي سوقرين ما شاء الله الحمد لله إلهي وينسية إلهي بضية تسبيح ديسة ملك استاد جوكتان مترو دحريسة ديارة دحريدة بسك دحريدة حتى أديقو باسكيل وطو أو جوغو ودنك النذرلاند إن النذرلاند باسكيل بالكو وطا إخواني في الله ها دالي يرأي عجوز باسكيل بالكو وطا باسكيل كأديقو وطو oo salaadda ku socodid ama iskuulka ama masaajidka ama meesha doontaan noqoto subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar de ha allahu akbar de gabdhaha markay waxaad ogaataa jikada ay joogan madima qalisan gabdhaha markay jikada ay joogan oo raashinka macaan ay sameeyaan ilaahay gacmoogaha noo daayo gabdhahiina Soomaaliyeed kulli weyn ay hooyooyinkeena tasbiixda badsada subhanallah allah la ilaha illa ant daha waxaad ogaatiin markaad dharka aad dhaqaysaan laa ilaaha illa anta markaad waxaad ogaataa aad guriga fadhidaan bismillaahi rrahmaani rrahiim alxamdulillah markaad baxaysaan tasbiixda badsada tasbiixda ilaahay subxaanallah tacaala iyo salliga rasuulka inuu afkiina uu ka qallalin ma fahamteen ujeedada ikhwaani fillah imise gabdhood ayaa qolkan berigay soo galeen ee waxaad ogaataa markay jikada ay joogi jireen jikada ay sameeyeen raashinka heesa iyo furan jireen way jirtaa maahin waa suurtagal inaad dhacday ilaahay dambigeena ha dhaafo laakiin qolkan islaam life markay soo galeen waxay barteen imika inay qolka islaam life idaacadda life u dhageystaan ha xitaa gabdhaha qaarkood intay keenaan speakerkii mikrofoonka maartay computerka ayay dhigteen jikada ka warama allahu akbar wallahi way jirtaa xitaa qaarkood laptop bay guriga ku haystaan jikada dhiganaysa ساعدة اي كشغين سقوريزة اي فرشة كورد الله اكبر ولله الحمد نعم وارن ولا الله اردنا سوى قارسيين انك نفتنا سمعنا كورد مسابقة اصعطة تفسير اصعطة قصص الانبياء اصعطان قرآن اصعطة برامج كعرورة قرآن كنو اخرين يسو واحدو قاتا يان انك ارمينا دميسانو يان اتخدق يسينا كورد وكا ولا الله سوقري اني قابا كمي ذا دتك سيدا سمعي ما شاء الله مركا معنا محيتي ولا ليا معناه وحيت هاي ملك استاد جوكتان اتقوا الله إلهي كعبصد منهن تسبيح ذا أفكار إني كقلا شماهن قلبي ذا إني كقلا شماهن ما تربطينا أوقاتان سلي كل ما نسا بسدي نبي يونس عليه السلام نعم واتن إن شاء الله وحربا إنا ترجمه
أنا جبا مع سدي رنتي تسبيح دي أنا جبا مع سدي واندي إن ترجمها وينقبت وده بيسي ولابتين نبي يونس عليه السلام محواركي تولدي بو إميت تولدي بو إميت وحلق المخواني في الله دتكي أردن وإلهي عابدي سبحان الله الله أكبر ولله الحمد دتكي أردن وإلهي عابدي سو أيو أركي أو بقول كن وقف يو زيادة وإلهي أصوى الله بتي وطوبت كنت الله أكبر ولله الحمد كورنا إخواني وحادو قاتا أدي أدب غفر حي نبي يونس عليه السلام إلهينا وأم نعمدي إلهينا وأم نعمدي إلهي بقلوبتنا رغرغ منهين وحادو قاتين هلك النبي هلك التاريخ وضدك أردن نبي قال الله صدر أردتك أردن آمنتي وهل كافر نقضي مجرته إلا نبي يونس عليه السلام ما تفهمتين هذا الكيغة وأنك سعلن إن شاء الله كل اللي ولا لها قاركوت سيدي حلوة عنيين أما واحد قاتا مع معان أبتنين إيه سكير عسلا دين منهين أفكيغ واحد صورت قال إنه مركة قاركوت هرأ وهذا ليه وأنك سعلن إن شاء الله ما في مشكلة وأنك سعلن وأنقرتها إنت أورنبا كسعلي وأنك سعلن إن شاء الله وعليك أكمل لك واحد ودبت صدي نعم مركة واحد بعدي ولا ليال يعني هل نبي كل أنبيلي لصدري واحد قاتا نبي يونس أنبا واحد قاتا قوم كلو صدري لما أنتوا آمنين لما أنتوا نقضين مسلم لما أنتوا إلهي عبائين ما تفهمتين أنبيلي كلا واحد صورت قالا إن واحد قاتا قاركود قال إحايا ما تفهمتين يعني قوم كلو صدري نبي يونس only isaga dadkoogi oo dadkiisi oo dhan isaga ilaahay baa aamintay sax weyn ma hayo subhanallah musabaqada markaan idin wadi ma garanaysan imi ma fahmaysan ma sha Allah yaani qoom filosofer nabi yunis kulligoogi tawxiidkoodi way qaateen weeyaan macnaha insha Allah barakallahu fiikum madokti sabta ilaahay baa u naxmiday nabi yunis alayhi salaam وحيت سابته صديق بها إلهي داعطوها إلهي أي داعطوها نبي يونس عليه السلام الله أكبر ونعم السيو ويان نبي يونس عليه السلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك واتلقي سدي أدبسي نبي يونس عليه السلام لكن أخطأ بخطأ لكنه استعجل على قومه والإنسان بشر حتى الأنبياء نعم آدم عليه السلام أكل من الشجرة ويونس استعجل على قومه فهو كغيره من الأنبياء آدم عليه السلام أكل من الشجرة نعم يونس عليه السلام وحبقاتين دعبوها إلهي سبحان الله تعالى سيدي أنبياء دي أردن إخواني في الله فرق قليمين كل جينا سيدي ماهين أنبياء دي أردن دا عاد بوهين إلهي وحو صدر إن الرسالة دا قارسيان وايه هل شيء يا كحمات أما أردن كرنو بس او دقدقي وحو كو دقدقي درسي قوانكي سوا قادني وحبد حبد او كلادقني ومركي ليري صدح إشو او قبو قوم كاغا haddii adiga martay aniga caabudi waayay ilaahay keyri waxaad ogaataa waan imtixaan baalkii waan cadaabina saddexdi cisho muusagin oo baxay isagii kaliye ma waa ki ka arday soo sax maayn ha sabarka iyo xoogaha ma bariga wabina aadam waa bashar waa bashar oo qaldami kara bin aadamku waa bashar weeyaan xitaa nabigu waa bashar waa qaldami kara xasuusta nabi aadam alayhi salaam waxa la geedka cunid geedkii buu cunay soo maahin nabi yunus waxa la usub أو واحد قد صدع عيسو أسك هذيك لو أنك عذابنا وأرضي مركا إن شاء الله سيدا أبر تبارك الله فيكم أخطأ يونس باستعجاله على قومه فلما رجع فإذا بالقرية كلها قد آمنت بالله عز وجل 100,000 أو يزيدون الله عز وجل أراد أن يعلم الأنبياء ويعلم الناس من بعدهم ألا يستعجل الإنسان على قومه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام
الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول، لا إله إلا الله إلا أنت، سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. هل كان عبرة أي إله إلا غبرية؟ هل كان حكمة أي إله إلا غبرية؟ سبحان الله تعالى ما دي مقلة سوى الله قدال كيمت كسر دوادة قولك إسلام وايف كسر دوادة وحادة قاتين قصص الأنبياء واللايف أن أبرنا ما شاء الله أنه قرم مايو قرم مايو قصدي ودمانسة لكن نصيب بدلين وانيدوني انت تكجر تين قولك هايسها انت تكجر تين قولك وحادة قاتا اللي سبح في اليوم انت تكجر تين قولك وحادة قاتا وحبالو كبرني يعني هل كان نقو كبرني كورما عاوق بصد نبي يونس عليه السلام أن كل ما استرني وقلبي قلنا إلهي نوسو قلي وإلهي مهدي ما شاء الله. نعم نعم ولا ليا وايهي وحاد وقاتين حقا عبرو يان كبرننا هل كان عبرو يان كبرننا عبرو يان كبرننا وحتي إلهي وحر ربائنه تسو أنبيه دكو حبت إيو مؤمنين تا إيو مسلمين تا إن الأديقة وحاد وقاتا أد سبرتا إن الأديقة حكمة يالتا وأديقة وحبرتا دتك وحده ذات اللقوص صدره. نعم عبرة لا تسعى يا إخواني فينا عبرة ماشى كي من السمين هين وحلي هاي أديك الصبر أديك السوق أديك الرسالة الدارسي إيه أنك حكم كإسكالي من هين إسقى وكعراضي نبي يونس عليه السلام وكعراضي أو إسقاب حي وحلي السوق يا الله ما وقت حاجة عبرة كثي مرك والله قولك إسلام لايف أنك نوين نبوس عتر إمامك خاصة من هين إيه شعبك هري هبيل قولك كده حجرو أنك دتك وحبان برينا أنك ولا تخبر جارسيننا، أنك ولا الله وانصود ويسننا من هين، لكن هدي واحد وقعت يك وحب برا وين يك يك يجرتها، هدي يك بحام يك يجرتها من هين، هدي نلاجوا بوين يك يجرتها، نعم أنك لكن وانصبرنا وانجارسيننا رسالة إلهي سبحان الله تعالى، واتن تسد النبي أيوب وانصود جارني كيف صبحات قبل قبله. إذ نادى في الحوت وهو مكظوم نادى ربه لكن الله عز وجل نجاه واجتباه وجعله من الصالحين. لا يقولن أحد من الناس أنني خير من يونس بن متى أنا صبرت، لا، الله عز وجل من حكمته أراد ليونس عليه السلام أن يحصل له ما حصل، ربما ليعلمه وليعلم قومه من بعده. الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله. بعدين مغلسا واحد وقاتين دتكو إني أورن دتك إمي كي مغليو أما ولا لها مر كي مغليان إني دتك لأو ترجمين نبي يونس عليه السلام واحد وقاتا نين صبر لها ماهين قوم كيسي بكتلي ماهين قوم كيسي بكوردي حدد واحد تراجد وقلت دوري موبت وقلت ها حجة لقوة قفصنا إياه ee waxa uu gaata ilaahay ba waxaan rabay in sidaan u dhacdo ikhwaani filaa sidoo xikma ee annagu ugu qaadana maanta aan u barano ee waxa uu gaata imtixaan baa hel isaga lagu imtixaanay ma fahamtin walaalayaal ilaahay weenisiye allahu akbar walillahi alhamd ilaahay weenisiye kulligina allahu akbar walillahi alhamd markasta waan isku taagaya markasta waan turjumaya habbadna marabo inuu darsiga aniga lumo moqtay مرّب واحد وقعت أفجروا إنه كده عقلكم مرّب واحد وقعت ميس كوميونيكيشن واحد إنه كده مالك استوانا إسكت هذا واي هديك لأن إلهي سبحان الله تعالى يا إلهي سابتين دونا. نعم إخواني سيدا هذا أنك جعل سنة إن قولك إسلام لايف وإحنا قبرنا وحقس إن سيسح نبرنا ويان أقدرين صح ما شاء الله ولقين مسكح هذا قشرنا قام كيسي بكأرضي فلان بو سمي ودقدق بدنا ما يا اخواني في الالهي حكمه اي كبودي حكمه انك ما انت نسو غارسو لابد يكون سيدي دي ان كجرنا كورم الله اكبر ولله الحمد ها سلو الهي وتصو انبييديسا iyo mu'miniintiisa hikma ay ku wadeed wax qornaa bahay wixii qorna markasta waxaad ogaataa waa soo gaaraya ma fahantin walaalayaal barakallahu fiikum jazakum la khair madrabtayna ogaataan ikhwani fillah waxaad ogaataa anaku joogna imika كل يأفر بقول يستقال إلا باتن تاريخ دي ماتي هجرية تاريخ دي إسلام بل كورما وحنبرنا حكمة دي نبي يخصد نبي يونس عليه السلام الله أكبر ولله كل يأفر بقول يستقال إلا باتن وحادو قاتين الله أكبر انت أيو مليون أيو نبوهري نبي يونس عليه السلام من السلاحين انت أيو مليون وحاسر تقال انت أيو مليارت أيو نبوهري يي أوسانو أنك نتدالبان كبرنا الحمد لله الحمد لله.
ويعلمنا إلى هذا اليوم. طويت صفحة نبي من الأنبياء وهو يونس عليه السلام. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن حقبة كبيرة من حقب الأنبياء، حقبة نبي اسمه موسى عليه السلام. سوف تظل معنا لحلقات للحوادث التي حصلت بينه وبين قومه، والمملكة الفرعونية الظالمة الطاغية، كيف حال الناس في تلك البلاد. حلقة سكوكي ريودي نبي يونس عليه السلام وقصدي سي حلقة سكوكي ماتي حلقة سنكم على السلام ديني إخواني في الله. نبي يونس عليه السلام قصص كيسي إلهي وحن كبرنا سبحان الله تعالى إنه نلقلن سيو وأن أرقنا لايف نبي يونس عليه السلام جنة الفردوس على دمان يا رب العالمين. إلهي وحن كبرنا سبحان الله تعالى ميزان كحسنات إنه دمان ونوص صاره ولا له نوص ترجمي ولا له نوص جيدي ما ملكي نسيه فرصدا قالقا ووحد وقت قولك إسلام الله البابدو دنوفري قولي كاليا وحنا لبرتا كاليا نلبرتا إلهي يكنا كعب المريو دمان ولا له أردن ما ملكا يشعب لأنتو وأبار منهين. الحمد لله رب العالمين. الله أريد مهد له الله أريد مهد له أنكو قرغينا دحجبنو أيان عاوة برني قصد النبي يونس عليه السلام قصد النبي يونس عليه السلام ياد نبرتي إله أريد وحن قري أديك أنا لجع لاري لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين. إله أديك أنا نبري أديك أنا نبري الله أكبر أديك أنا نبري الحمد لله. إله أديك أنا قدك إسلام يا مسلم. إله أديك أنا نبري كلمة لا إله إلا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. إله أمد الصوماليد أديك فرح السيئي وعفمات كسيه كقريان الحمد لله آمين وإسكو السلاميان إلهي هنقاء والمريض أمانتين. ولكن جمال أسو الدعية شيخين أسو الدعية نبي العوضي أسو الدعية ولا ليه المامركة هبين كست قصة وكمد قصص الأنبياء وهلك أن اللي قصو الجيدين وولينا اللي قدي هو يو وحاد وغتان اللي قصو همسين وحاد فهم ويدينا اللي إسكو التاقي لا أكفر السنة وحبد حبد الوقت القاضي محال لنا ولا ليال محال لنا هي إلهي سبحان الله تعالى may Allah make us all citizens of Jannah. إلهي سبحان الله تعالى جنة الفردوس على كل جنة أنا قد قوة دقي يا رب العالمين عاوة قبله نبان قد عيني أنا كل وقت إلهي قد قو رالية رالية دي وحادقات الجنة قد شيء حور العين إلهي مارتها قد قو إنما دينا سلا قد عيني وحان أغاني معجزوينك إلهي سبحان الله تعالى وحن أغاني إخواني في الله وعظمري إلهي سبحان الله تعالى وحن أغاني وحيا رف ربنا مد إلى فائدي ستين مثل هذا الكيغ وحاد أغاتا أني أقمري أغمتك استمشغول بوها مد إلى فائدي ستين حداد إلى فائدي سنويرين وحاد أغاتا واني بسعرين وواني قد الأخرين وحبد حبد باني فهمسين الحمد لله حداد فائدي ستين. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. إلهو إلهو وشاهد باتي إلهو ملايك تعالى وشاهد إنن حقا قلقا عاو كبرتي أفر يتمنى نبي أفر يتمنى نبي قصوين كوغي بارتي نلوشو دي بان بارتي تاريخ دو دي بان بارتي حبد حبد إغلو ميسو إلهو هاي اللوشين لكن إلهو شاهد باتي إنن أفر يتمنى كان بارتي نعمد دانا أديقا إسكالي لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين. يا الله ونعم اسلامك ونعم دمرك مسلمك ونعم قبله اسلامك ونعم هو يمكن ابياشنا ونعم قلك اسلام رئيس. والله ان فرحتي كور والله ان فرحتي وان كدارنيا افر يتو النبي يا هاتن كبرتي كور وحبد حبد نيق شيكين ترى الهي بما هدا اسكلي الهي بما هدا اسكلي لا انت نو ابار حدد انك نلو جوغي ويدين منا بر لها مانا بر الله إخواني في الله وحاس صورت الله إن الإملك إسكاء عادسي لها وحاس كيزا إسكاء كفريسي لها لكن وحا دي برتين مانتا قصص الأنبياء بادي برتين والله وحنا اللي قفر حوويان وحنا اللي قوهم بلايه ويان جندا وحنا اللي قدو عيه ويان لأنتنا أبار ويان إنكنا إلهي ميزان كحسناتك أني سارو. يا الله قصد سوسع عتمد أختي ولا ليال قصد سوسع عتمد أختي نبي آدي آدو عرس يان قادن دون هدو إلهي إدمو نبي رنتي السودة دالي صبر بدنا
لسو هنا مارتي لو مارتي لسو دلمي لسو دغالمي نبي لسو دبي نبي لو بوتي نبي الهي سبحان الله تعالى يان قادم دونا نبي جا وحرمنا صدح الا افر درسي ان كو قادنا مارتي دروسيسا واي وا نبي وح وقت دير سو جري ولاليال ما اختي اخواني في الله نبي كان قادم دونا ونبي جي لو سو دري مصر والنبي لو صدري دكي فرعون نعم وكما والنبي موسى عليه السلام نبي موسى مدرب طيلة أغاتان نبي موسى مدرب طيلة أغاتان دكي لو صدري بباتريك لكل مي سلوك بدبادي إلهي سلوك لهبني مدرب طيلة أغاتان وحن لنا هاي كب شارة ديسة ودرسك السوس عضو إيه قولك إسلام وايف نبي دكو صلي عليه السلام الله أكبر سعدوا أمسادة إن شاء الله وحن لنا هاي وحن إسكدينا إن شاء الله وحن إسكدينا habeen kasta saacadu markay tahay sagaalka habeenimo ingiriiska sagaalka habeenimo ingiriiska yaan isku dayna insha Allah habeen kasta sagaalka habeenimo ingiriiska adiga xisaab adiga xisaabtamo insha Allah barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khair waxa suurtagal inaan xoogaha ka horeyno waxa suurtagal inaan xoogaha ka yardabeyno laakiin waxaad ogaatiin barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khair halkan waxaan ku soo gootineyna waan ku leenahay walaalihii nala faa'iideystay oo waxay noo baray oo maartay inoo faa'iideey ilaahay kulligiina haniga abaal mariyo haniga abaal mariyo walaalaha waxaan xasuusinaynaa insha Allah qisooyinka anbiyaada waxaad ogaatin waxaad ka dalban kartaan waxaad ka dhageysan kartaan free free bilaash ka warbana masha Allah ha inna marka la raado waxba dalbanaysan waxba la siinaya dadka lacag ba mooye may waa free insha Allah waxaad ka dalban kartaan ka dhigisan kartaan maamulka oo dhan qolka Islaam Live baad weydiin kartaan meel la ka helo qisas al-anbiya oo la turjumay oo waxaad ogaataa qisooyinkii anbiyaada mise waxaad ka dhigisan kartaan website-ka qolkeena ee imiga kumelgaarka ee ku qoran tahay jamalislamlive.tripod.com qolkee ku qoran tahay maal kastay ama maamulka weydiiyay insha Allah inta ka hor waxaan leenahay أسعد الله مساكم إلهي هاوين كنا هنيها قاجيو درارتنا هنيها قاجيو إلهي دنبقين هدافو دنبقين هدافو السلام عليكم إلا رسول الله إلا رسول الله إلا رسول الله أمثت معاني النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي لن يغر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقات يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات نحري بنحرك يا محمد إنني متلهف للقائكم بمماتي عرضي بعرضك يا نبي ملكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي حان الوقوف لعرضكم بثباتي يا فرحة الدنيا المليئة حينما هل الحبيب وصاحب البركات سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده أبياتي فلربما غصن الأراك بنينه يثني المبارز يسقط الرايات ولربما موت الكريم مخوف للقوم إثر وفاته بهباتي للقوم إثر وفاته بهباتي ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي فستعلمون بأننا
من أمة من أمة صلت على خير الأنام بصلاتي فستعلمون.